طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. واليوم احنا مستضيفين ناس قاعد يجلسوا كل يوم، الله يديهم الصحة والعافية، الأستاذ سارة عبد المحمود وكل أعضاء نادي اللغة الإنجليزية Sudanese Researchers English Club. والنادي ده يعني من بدأ COVID-19 تم تنشيطه صورة جديدة. النادي بيتدار فيه كل يوم يعني نقاشات رائعة جدا، وبيدخلوا ناس سودانيين من مختلف الحتات بيحاولوا يحسنوا ويطوروا من اللغة بتاعتهم، وحاجة very useful يعني. زور القائمة على النادي أستاذة جامعية، أستاذة سارة عبد المحمود، هي أستاذة في جامعة الحرس الوطني في السعودية، مودريتر رائع جدا، innovator، كل يوم موضوع مختلف وديسكشن مختلفة. واحنا سعيدين انه الليله يعني هتسهر لكم بلايف، لانه هناك اظن اوديو بس، مش كده استاذه؟ ايوه اوديو بس. نعم، فدايما نعرف النقاش بتاعنا الليله حيكون ونسه مع كل الرواد بتوعنا النادي، وكذلك مع الاستاذه ساره، في انه كيف الناس ممكن تحسن من اللغه الانجليزيه تحديدا مع الانديه بتاعت المخاطبه الانجليش كورس. حيكون نقاش مفتوح، فدوروا استاذه ساره. مشكوره. طيب، إذا في حاجة أنا حأقولها بخصوص تعلم اللغة الإنجليزية إنها محتاجة جهد وزمن. يعني في ناس بيفتكروا إنه مثلاً دخل كورس شهر شهرين مفروض يطلع من الكورس ده بيعرف يتكلم أو بيعرف إنجليزي. العملية بتاخد زمن وجهد وصبر، يعني لازم تستثمر أنت في تعلم اللغة الإنجليزية وتديها زمنها وتكون صبور برضو. دي يعني لاحظت إنه كثير يعني من الناس اللي عايزين يتعلموا يعني في نص الطريق كده they give up لعدة أسباب. يعني ممكن يكونوا بيحبطوا أو بيفتكروا إنه هم مفروض بعد الجهد البذلوه ده يكونوا بيعرفوا إنجليزي أو مين لأي سبب من الأسباب. والحاجة دي برضو بتقوم تخلق زي عقدة كده ما بيقدروا يتخطوها بسهولة. فالحاجة لازم أنا أؤكد عليها إنه بتحتاج وقت وجهد، ما حتقدر تتعلمها كده وإنت يعني laying back، ما بينفع. الحاجة الثانية برضو، إذا إنت عايز تتعلم اللغة محتاج تحاوط نفسك باللغة دي بشكل يومي، يعني في مختلف الفترات حقتك يعني والنشاطات. تحضر تلفزيون بالإنجليزي خصوصا في الزمن ده، يعني أسهل من وقتنا. يعني تحضر أفلام، أخبار، برامج حوارية، تقرأ بالإنجليزي، تسمع بالإنجليزي، تحاوط نفسك باللغة، تنغمس فيها. دي مسألة مهمة برضو ممكن تساعد. يعني ممكن نقول شنو، في تركيز برضو، أو الناس بتاخد مش بقدر أقول بتضيع زمان، بس بتاخد وقت أكتر من اللازم في موضوع مثلاً الجرامر وإتقان الجرامر. أوكي، هو مهم طبعاً، السنتنس استراكشر المضبوطة طبعاً مهمة، لكن برضو أنت ما تحتفظ في الجرامر وتخلي باقي الحاجات الثانية. يعني معرفتك الدقيقة بالجرامر نظرياً إذا أنت ما حتطبقها لا في كتابة ولا في كلام ما عندها معنى. في نفس الوقت صعب إنك تستحضر الجراماتيكال رولز وأنت بتتكلم، بالذات في الكلام. يعني ممكن الكتابة لأنه أصلاً بطبيعتها ممكن تعمل لها إديتينج، تراجعها، عندك وقت. لكن الكلام ده هو في اللحظة بيطلع، والغرض من الكلام، وأنا دائماً بقول لهم حتى في الكلب، الغرض من اللغة عموماً تو كوميونيكيت. إذا أنت قادر توصل فكرتك بأخطاء اللغوية ده المطلوب، بالذات وأنت بتتكلم. فالناس يعني تاخذ الأمور إيزي في موضوع الجرامر، تتعلمه لكن ما تضيع فيه زمن كثير، لأنك أنت برضو محتاج يعني to build up your vocabulary ويكون عندك حصيلة لغوية كويسة. ف يعني دي حاجة برضو أنا لاحظت عليها، يمكن لأن إحنا طريقة التعليم ذاتها قائمة على التركيز على الجراماتيكال رولز أكتر من اللغة المحكاة يعني المتكلمة، أو حتى في الكتابة ذاتها ما في تركيز على تسلسل الأفكار أو الانتقال مثلاً من نقطة لنقطة، أو كل التركيز على الجرامر. تاني ممكن نقول شنو، بالنسبة للكلام، أنا برضو لاحظت معظم الناس بيكونوا انترستد جداً في حكاية إنه يقدروا يتكلموا إنجليزي يعني فلوينتلي أو
بشكل يعني مريح بالنسبة لهم. دي برضو محتاجة جهد. في ناس مثلا بيتعذروا انه طيب انا هتكلم الانجليزي مع منه، احتمال انه في السودان صعب الزول القليو native speakers او ناس بيتكلموا الانجليزي بشكل يومي. صحيح دي عقبة، لكن برضو من النصايح اللي انا بقولها للناس انه انت تتكلم مع روحك، تخيل حوار مثلا وقعد يتكلم مع روحك، يعني سجله، لانه انت لما انت سجله بتقدر ترجع تسمعه وتشوف وين انت عملت بوز اكتر من اللازم مثلا، او وانت بتتكلم الفكرة موجودة عندك لكن ما عندك الكلمات الفوكابلري اللازم. فوانت بتسجل لروحك مثلا، خلينا نقول موضوع مثلا عن السودانيز كلشر او سايبر بولينج اي موضوع، فانت مثلا تدي نفسك فرصة بتاعت 4-5 دقائق تتكلم على الموضوع ده. الكلمة لو بالانجليزي بتعرفها خير وبركة، لو ما بتعرفها قولها بالعربي في التسجيل ذاته، وارجع بعد ذاك فتش دورها، وارجع تاني سجل وانت المرة دي عارف كل الكلمات، وارجع اكتب وارجع سجل واحفظ. اللغة برضو محتاجة حبة حفظ، يعني خليك مع الموضوع ده لحد ما تظبطه. يعني فرضا انت بديت حوار متخيل عن السايبر بولين او عن الانجليش كلشر او سوري السودانيس كلشر او عن السودانيس هيستوري او ترافلينج ان السودان، مواضيع يعني شو تكون انت مهتم بها او بتعرف عنها. طبعا لو عايز تعمل ريسيرش عن موضوع معين برضه اتس اب تو يو، وابدا اكتب وبعد شويه سجل وبعد شويه ارجع تاني راجع نفسك. المهم انت اذا عايز تتعلم ما تحاول تخلق اعذار، يعني في النهايه اذا ما في نيتيف سبيكرز في السودان كثيرين بحيث انك كده تستفيد منهم، هل معنى كده انك انت ما حتتكلم يعني ولا ما حت... يعني انت لازم تو هاف تو ستارت فروم ا بوينت يعني. فدي برضو من النصايح اللي انا بقولها، ولاحظت حتى بالذات في الريجولر بارتيسيبنتس مثلا اليوم اللي بيجوا هم بريبيرد، قروا عن الموضوع وعملوا حبه ريهرسل كده، بيكون واضح من لما يعني من يجي دورهم في الكلام الثقه اللي بيتكلموا بيها، يعني بتقدر تعرف انه والله زول ده فعلا بذل مجهود و يعني he did his homework او she did her homework، عكس زول بيجيك unprepared يعني. يعني دي كده اهم ملاحظات عن موضوع تعلم اللغه الانجليزيه. ممتاز ممتاز جدا. طبعا قد يتساءل واحد يقول لك يا اخي اللغه الانجليزيه وما اللغه الانجليزيه واهميتها شنو؟ طبعا احنا over the years 10 سنوات في الباحثين السودانيين في المجموعه، اكثر عدد من البوستات نزلت واكثر ريسورس هاز بين يعني شير هو البوستات بتاعت اللغه الانجليزيه. يا اخواننا والله ده ما عارف امتحان الايلتس، ده امتحان المعرفة التوفل الى اخره الى اخره. فواضح انه في مشكله بس بتاعت حلقه الوصل ما بين منو ممكن يساعدني يوريني الجايدنس، واعتقد انه يعني النادي بتاع اللغه الانجليزيه ده يعني دارين بس نوري الناس المجموعه. انا ام جوينج تو شير ماي سكرين. المجموعه اسمها انجلش فور سكولرشيبس وعندها ستوري يعني ممكن احنا نوريها للناس. كان في استاذ امريكي، دي المجموعه قدامكم هنا في فيسبوك يا شباب، عارفين اسمها انجلش فور سكولرشيبس، والمجموعه فيها ريسورسز كثيره جدا، معظم الاسئله والاجوبه بتاعت الامتحانات المتعلقه بالايلتس تحديدا موجوده هنا. يعني في ليستة كاملة، في بلاي ليست، البلاي ليست دي فيها كيف انه الزول ممكن يجيب درجات عالية في الايلتس، وسجلتها المهندس السابق سيد احمد مقفل الامتحان بتاع الايلتس جايبه فيه 9 من 9. فكل الفيديوهات دي هنا، ده كل واحد كله لينك من هنا بودي لفيديو الرايتنج المعرف الاكاديميك والجنرال والى اخره والى اخره. دي المجموعة في عدد كبير جدا من الناس، لكن هذه اللغة الإنجليزية فيه عدد بسيط، ودي حاجة بتحير. يعني المجموعة عدد الناس اللي فيها كم يا أستاذ سارة ذكرة؟ كم؟ 38,000 ولا حاجة زي دي؟ قصدك الناس الـ regular participants في الكلب نفسه؟ لا أنا بتكلم عن العدد هنا، المجموعة 39 أي 39,000، لكن الـ regular participants في النادي كم؟ يعني في حدود 7-10 كده، دي الريجولر يعني participants. يعني ما في اصلا بيرسنتج، مش كده ما في ريشيو عشان نتكلم. ففي حاجه الناس ما عارفين انه والله في ريسورس هنا، ده في استاذه رائعه جدا اسمها ساره، كل يوم شي افيلز هير سيلف
for 2 hours, 2 quality hours من الساعة 3 للساعة 5 بتوقيت السودان، اللي هو نفس المواعيد اللي عملنا فيها الميتنج ده الليل، على أساس إنه الناس بكرة والأيام الجاية يكونوا عارفين إنه والله آخر بتاع ده بيحصل 200، مش كده يا أستاذة؟ أي أكيد برضو أنا حأضيف برضو يعني أسباب قد تكون وراء إنه ما في ناس كتير join us. المواعيد نفسها في ناس كتير مثلا نشتكوا من المواعيد إنها مواعيد ما مناسبة. يعني حتى الليلة الكمية تحت الناس ما شاء الله عليهم اللي already joining us ممكن برضو لأنه الليلة السبت يعني it's a weekend جايز عادة الساعة 3-5 في السودان it's a busy time وقت العصر وقت القيلولة وقت الغداء ما أعرف احتمال يكون ده سبب. السبب الثاني في ناس برضو شكوا من التطبيق اللي احنا بنستخدمه شكل الدخول من السودان شوية برضو فيهم فيه مشاكل والله ده يعني في ناس قالوا كده. أنا يعني بحاول أعدي في الأسباب اللي قد تكون يعني وراء إنه في ناس بسيطين يعني أنا ما عندي فكرة أنا بس بحاول أفهم ليه العدد بالضبط. يعني إحنا كلنا بنحاول نفهم لأنه دي الحياة اللي هتخلينا نقدر نساعد ونخدم بصورة أفضل. يعني إحنا أصلا متطوعين وجزاك الله خير وكتر خيرك على زمنك وإنتي أم وأستاذة ومشغولة وكده، فبعد ده كله بتوفر لك ساعتين بتاع الزمن على أساس إنه تخدم يعني الشباب وكده. فبنحاول نفهم انه كيف والله ممكن نخدمهم بصوره افضل. اعتقد انه التطبيق بتاع زوم، واسف في ناس كتار داخلين من السودان هنا معنا في الجلسه، التطبيق بتاع زوم اصعب الدخول له من السودان من جو تو ميتنج. زوم بيحتاج في بي ان طول ما هو شغال من السودان. جو تو ميتنج بتحتاجي لفي بي ان بس عشان تنزليه من الستور مره واحده. اول ما نزل بعد كده بيشتغل زي الواتساب من غير اي يعني في بي ان ولا كده، فانا ما محتاج انترنت، دي حاجه صعبه. طيب انا هعمل برضو هعمل شير السكرين عشان نوري التطبيق بتاع الجو تو ميتنج. التطبيق شكله كده. التطبيق دي الشكل بتاعه هنا ده، تمام. My meetings لو نفتحه بنلقى انه في النادي ده الشكل بتاعه. بتحتاج ل VPN مرة واحدة عشان تنزله، بعد كده الواحد ما بيحتاج لها مرة ثانية. Shall we يعني open the discussion for everyone؟ جدا اذا في اسئلة او ايوه لو في اي واحد هنا في الحضور عشان ترفع يدك عشان تقدم خاصيه رفع اليد او how to raise your hand is to choose the participants and then you find raise your hand. If you fail to do so you can just write in the chat. So the mic is open for everyone. صغيرة لهم اثنين هذه في واحد لهم يا زول عبد الله عبد الله so the mic is unmuted from everyone. If you want to add note question Misara is here to help. الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام. كيف دكتور كيف حالك جزاك الله خير. الحمد لله الله يسلمك الله يجزاك خير. جزاك الله خير يا دكتور سارة على جهودك، وبجد يعني ما قادر اتخيل انه يعني انا اقدر اعمل حاجه بصراحه انه كل يوم اخصص ساعتين من يومي عشان اساعد ناس ثانيين. دي حاجه صراحه ما سهله والله شايفين جدا عليها، الله يديك العافيه يعني ويعطي مجرك ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. عبد الرحمن ده طبعا برضو يعني من الريجولر بارتيسيبنتس، ولا هو برضو كل يوم بيجينا وبخصص ساعتين. انا بخصص عشان اشارك بس يعني بخصص يلا ديك العافيه عشان اكون سوبرفايزر على الجروب. دي حاجه صراحه كبيره من دكتور كلنا مقدرين نعرف والله يلا ديك العافيه. تسلم تسلم. طبعا يعني شكرا موصول طبعا للدكتور انور على تاسيسه اصلا للمجموعه. شكرا لله وما توفيقنا الا بالله. وين عبد الرحمن انت وين قاعد وين؟
انا مقيم في السعوديه في مصر. والامورتين ديل منو؟ ديل بنات دي الكبيره لين ودي الوسط نور، في واحده نايمه ما شاء الله. ربنا يحفظهم ان شاء الله. الله يديك العافيه. في كان ملاحظه ذكرتها تذكر استاذ ساره قبل فتره، يعني انا ما اعرف كان دي برضه كم من الاسباب اللي تخلي المشاركه في الجروب تكون شويه اقل من المتوقع اتوقع يعني. طيب يعني المجموعه في بعض الاحيان بيكون زي ما انت قلت ريجولر هم زي من 7 لـ 9، لكن في بعض الاحيان بيكون لحد 12 تقريبا بيكونوا مع بعض موجودين. والطريقه بتاعت الكونتريبيوشن انك انت يعني you will be assigned about 7 to 10 minutes maybe less maybe more يعني to speak. جزاه الله خير، هي عمرها ما قاطعت اي واحد فينا، لكن في ستيل في النهايه يعني بعد ما تخلص مثلا الفتره بتاعت المشاركه بتاعتك بيكون خلاص يعني dormant participant، ما تعمل حاجه بيكون بس listening which is good برضو، لكن ستيل في النهايه speaking time بيكون ما 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 كثير. ففي مثلا جروب ثاني او actually مش جروب هو برضو كلب. طيب انا حتى كان شيرت اللينك معك استاذ ساره. صحيح بالضبط. هو يعني فكرته شنو؟ بيكون بيخشوا كل الناس، ممكن يكون زي 40 او 60 او اي عدد كان. طيب هو عن طريق الزوم برضه، وبقسمهم كلهم لبريك اوت رومز، كل اثنين بيكونوا مع بعض. بس ممكن نعمل الكلام ده اكزاكتلي يلا كل اثنين ممكن يتكلموا مع بعض لفتره بتاع 20 دقيقه وبعدها بيرجعوا ثاني للروم الاساسيه بيتكلموا مع بعض ثاني، يعني اوكي كيف كانت ال 20 دقيقه تمام اوكي يلا نخش ثاني في 20 دقيقه بعدها، وبيكون توبيك جديد ويتكلموا الاثنين مع بعض اللي هو بيكونوا اثنين غير الاثنين اللي كانوا مع بعض في الروم الاولى. فباختصار بيكون عندك الساعه كلها او الساعتين كلها انت بتكون بتتكلم، بتسال سؤال بتجاوب على سؤال بتسال سؤال بتجاوب على سؤال، بتلاقي نفسك بتتكلم فعليا الساعتين. فبيكون في صراحه إذا فهمت قصدي دكتور يعني وقت أكثر أنت تكلمت فيه وبالتالي استفادة أكثر. ما أعرف إذا كان الحاجة دي ممكن تبي يعني considered إنها تكون واحدة من الطرق عشان بس to improve ال club اللي هو صراحة في حاجة بالنسبة لي شخصية فيه جزء أساسي في يوم يعني ما حقوله. great أستاذ سارة. والله الحقيقة هو كان اقترح الاقتراح ده وأنا وعدته إنه أفكر فيه، لكن برضو الإشكالية إنه طيب إذا أنت you ended up مع زول هو ما يعني ما متمكن من اللغة أو ضعيف في اللغة يعني في النهاية برضو التبادل بتاع الكلام ما حيكون بالشكل المطلوب، يعني أنا شو يعني المستويات حقة الناس المشاركة معنا ذاتها متفاوتة، في ناس بيقدروا يتكلموا بارتياح لمدة 5-6-7 دقائق، في ناس تانيين ما بيقدروا حتى يكملوا دقيقة انت حتى بتساعدهم بالأسئلة. السؤال هو طيب إذا أنا قمت قسمت المشتركين دي لرومز جانبية وفي النهاية أنا مثلا حظي وقعت مع زول ما يعني اللغة بتاعته ما كويسة أو ضعيفة ما كويسة لغة حبة حبة زي ما بقولوا فالتبادل برضو ما حيكون بالشكل المطلوب، يعني أنا مثلاً اللغتي مثلاً أحسن I will end up talking مع زول هو برضو ما حيقدر يصححني ولا حيقدر إنه يتابع معايا اللي أنا بقوله أو يسألني أسئلة مثلاً أو يعلق بعد ذلك على كلامي، لأنه هو ما من يعني إحنا الاثنين بنتكلم في مستويات مختلفة، فدي برضو واحدة ما عارفة من الإشكالات اللي حتتحل كيف يعني. عشان كده ما في نفس الوقت احنا برضو مرة بكون عندنا 6-7 مشاركين سهل جدا انه ندي اكتر من فرصة للمشاركة الواحد. ومرات زي ما قال فعلا الاخ عبد الرحمن انه بكون عندنا 12 يعني واحد في الايام النادرة جدا، صح فعلا ممكن انت تكون ساعتين قاعد اكشلي تتكلم بس مدة 5-6 دقائق والباقي انت بس مستمع، فهي دي فعلا مشكله، هذه حاجه ممكن فعلا تخلي زول يكون ملان يعني يكون هاي ديسكريت. هي عامه الاوبجكتيف شنو بتاع الناس؟ هل هاف وي دان اني سيرفي اون ذات؟ يعني في ناس بيكونوا جايين يعني سولي انه تو امبروف ذير انجلش بس سبيكينج، كان والله دي يوز تو يوز انجلش از ا كوميونيكيشن لانجويج وير في ما في مكان زول يتكلم فيه غير انجليزي وكده، وبعد ذاك رجعوا فحاسين بالديسكونكشن ده رجعوا ثاني براكتس. في ناس ثانيين بيكون دايرينه عشان الامتحان صحيح، ف
في ناس داخلين لاسباب فعلا مختلفه وعايزين حاجات مختلفه، وان كان يعني برضو الله يعينك والله استاذه. المفروض برضو يعني اقول لك شنو، مثلا احنا عاملين الواتساب جروب ده، ممكن الواحد يقول هو داخل لشنو او متوقع شنو او اقتراحاته شنو، يعني برضو الواتساب جروب كبلاتفورم ممكن الناس برضو تناقش فيه الطريقة المثلى، وين كان برضو قبل كده ناقشنا مواضيع والاتفاق طبعا مسألة صعبة جدا يعني. اوكي كلاس مانجمنت اي في اونلاين دي something else. صحيح صحيح. ف ما اعرف والله، في ناس فعلا داخلين على اساس انه they are preparing للايلتس، في ناس زي ما ذكرت انت مثلا زي الرشيد، وانا الرشيد بحييه يعني، مثلا رشيد في تركيا ما بيتكلم انجليزي كتير، فحيضيع منه الانجليزي الاوريدي هو اجتهد فيه، فداخل معانا الانجليش كلوب عشان زي ما انت قلت تو براكتس يعني اللغه نفسها يعني. ف الله يعينك والله. طيب ابراهيم، ابراهيم بكر ومحمد كوري الاثنين دي الريجولرز صح؟ ايوه ايوه. اوكي يلا زباين تفضلوا. You are unmuted from here. السلام عليكم دكتور أنور، دكتورة سارة. حقيقة والله أنا يعني بشكركم جزيل الشكر يعني على الخدمة اللي بتقدموها دي، يعني حاجة ما شاء الله يعني ما 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 حتى تتوصف يعني. وبرضو الفكرة بتاعت الإنجليش كلاب دي فكرة جميلة جدا، وأنا حقيقة عندي تجربة قديمة جدا يعني لما بديت الإنجليزي كنت زيه زي أي واحد يعني خايف إنه الإنجليزي دي حاجة صعبة جدا ومستحيل أتكلم يعني لما كنت في السودان. فسبحان الله أنا بدأت أتعلم الإنجليزي من زول عسكري يعني عسكري، وحتى ما دخل الجامعة يعني سبحان الله، بس تلقى لي جروب كده وبدأ يقعد مع الجروب ويتكلم شوية شوية، فالحمد لله حيتعلم يعني. فأنا لما لقيته بالصدفة كده وبدأنا نتونس فحكى لي قصته وإنه كيف بدأ يتكلم الإنجليزي وكده. أغلبنا يعني هو بنخش معاهد اللغة الإنجليزية سواء كان بريتش كونسل أو أي معهد، المشكلة إنه ما قاعد يدي زمن لنفسه يقعد مع الناس ويتكلم ويحاول يعني. دي مسألة بتاعت محاولة، ومسألة برضه بتاع إنه زول يكون عنده الـ determination والكاريج إنه يقدر يتعلم كده يعني. فحقيقة أنا برضه خشيت معاهم في الجروب وبدأت أمشي، كنت في البداية ما بعرف أتكلم أسمع وبس بقول كلمة كده، لغاية 3-4 شهور كده بديت شوية أتكلم يعني. فأنا الناس اللي بيستمعوا الآن يعني اللي هم بيفتكروا إنه الإنجليزي حاجة صعبة جدا وصعب جدا الواحد يتكلم كده، فأقول لكم إنه الإنجليزي حاجة بسيطة وسهلة جدا يعني. الإنجليش كلاب ده وتجربة يعني، أنا حقيقة الحمد لله بتكلم لكن لسه قاعد أحاول برضو أحسن اللغة بتاعي، وطوالي قاعد أخش يعني زي الجروبات دي لقيتها إنه مفيدة جدا. فسبحان الله لما أنا خشيت ولقيت إنه في جروب في مجموعة الباحثين طوالي خشيت يعني، مع إنه ما حقيقة very يعني regular طوالي يعني، لكن قاعد أحاول لو لقيت زمن بحاول أخش. فبشجع أي واحد هنا إنه يخش يدي نفسه زمن ويحاول يتكلم، يحاول برضو يراجع لو لقى زمن يراجع بعض الكلمات اللي ممكن يستخدمها أثناء المحادثة. الموضوع بيكون أصلاً posted قبل الـ discussion بيوم يعني، فرصة إنه الزول ممكن يراجع ويخش ويقول لي إن شاء الله كلمتين أو يسمع يعني الناس بتتكلم وكيف. فهي فرصة جميلة جدا. صح في مشكلة بتاعتنا إنه هذول مرات ما بياخد زمن طويل في الكلام وكده، لكن حتى لو زول يتكلم دقيقة أنا شايفة مفيدة يعني. الدقيقة في شهر بتبقى لي حكاية بتاعت كم ساعة يعني، هي بعرف بس عدد ساعات إنك لو قدرت حاولت عملت براكتس يعني possibility إنك تتكلم إنجليزي it's high يعني. So just please try and it is easy to learn. It will not much time for you to learn English very well. فدي حقيقة رسالة أنا كنت داير أوصلها يعني، وأتمنى إنه أقدر أواصل مع المجموعة لفترة طويلة يعني.
أنا حقيقة الآن في ماليزيا، طبعا ماليزيا دي ماليزيين بيتكلموا لغتهم، لكن السوق الشارع الناس في الشارع بيتكلموا اللغة الإنجليزية يعني. فواحد بحاول مرات بيعمل براكتس وكده، لكن ما هذا الواحد بيطلع وكده، فأغلب الأحيان بيكون الزول قاعد في البيت وكده. فدي فرصة والله يعني، بارك الله فيكم ولكم الفرصة. شكرا جزيلا ابراهيم. استاذ ساره، ايوه عندك اي فولو اب على ابراهيم؟ طبعا ابراهيم يعني من برضه الريجولر بارتيسنس، وان كان مؤخر اختفى شكله برضه وشغل شويه، لكن يعني النصائح بتاعته مفيده، خصوصا يعني لو كنت سمعتوه في الانجليش كلوب ما بتفتكروا انه هو اصلا يعني عنده مشكله في اللغه. يعني ما شاء الله يعني لغته ممتازه ومشاركاته فعلا قيمه. نصايح زي دي ممكن تدي فعلا يعني دافع للناس المتخوفين ومتخوبين من تعلم اللغه نفسها، يعني انه اهو يعني قدامه ناس بدوا ووصلوا. في ناس بيسالوا هناك في الفيسبوك، قالوا يا اخي ما عندكم حاجه للمبتدئين؟ ونحن ذكرنا هنا قلنا احنا كلنا مبتدئين، ما هي دي اللغه دي ما بتاعتنا علينا، وهي كوميونيكيشن تول، يعني هي عباره عن وسيله بتاع التواصل. يعني اسهل لو عملت لك كده انت فهمتها، دي انا وصلت لك المحتوى متفقين على انه كده بسبب. فالناس ما تخاف، كلنا قاعدين نتعلم، كلنا طوال حنكون في حاله بتاع التعلم مستمر. خليني اعلق برضو على يعني على الحته دي. انا فاهم الناس اللي قالوا ليه او عايزين جروبات مفصله للمبتدئين. شفت ناس خشوا معنا مره مثلا، كونوا اول مره يخشوا ويسمعوا مثلا اعضاء تانيين بيتكلموا، فبيحصل لهم زي خوف خجل، حتى لما تناديهم ما بردوا، ممكن مثلا يكتبوا لي حتى مسج انه والله احنا بس عايزين نسمع. فانا يعني بفهم انه خلاص يعني هم they got intimidated، ومفتكرين انه مثلا هم اقل ناس في الجروب او لاي سبب من الاسباب، رغم انه انا بحاول انه اشجعهم بغير الاسئله اذا حسيت انه الاسئله ثقيله وكده. يعني إذا برضو دي حاجة ممكن تعيق الناس اللي بيفتكروا إنه هم ما عندهم ذخيرة لغوية تسمح لهم بالمشاركة في الإنجليش كلوب، ممكن نعمل يوم حق المبتدئين، الناس اللي بيفتكروا إنه هم ما عندهم أي حصيلة، وتكون أسئلة بسيطة يعني في مواضيع بسيطة بشكل مبسط. يعني إذا فعلا في ناس يعني جروب، ممكن من الخمسة يوم دي يكون في يوم للناس المبتدئين، والناس اللي شوية قاطعين شوط يشاركوا في باقي الأربع أيام. لكن لانه انا شفت ناس بخشوا وما بيشاركوا، وحتى بيقولوا يعني انه احنا والله ما مستعدين او كده، وفي النهايه كله برضه خوف غير مبرر، لكن في النهايه هو موجود. يعني اذا احنا برضه عايزين نساعد وي هاف تو ادريس ات اني واي واكنولوج ات، يعني موجود. هو فعلا الطفل ده لو قاعد يحبي كده عشان خايف انه يقوم ويقع، ما حيمشي كله، فلازم احنا نمشي، لازم ناخذ ثاني حاجه. يعني الانجليش كلوب از ران باي بروفيشنال و they avail themselves for you. يعني ما ممكن أن يكون في أستاذ قاعد مستعد إنه يساعدني وكده وأنا أكون خايف وما أقدر أمشي أخش الحصة والمحاضرة. فالناس تاخذ الموضوع بصورة سيريس. في تنبيه للناس اللي يخشوا الزوم من السودان تحديدا، لازم تستخدموا الـ VPN، من غير VPN ما حيجي. طيب محمد. السلام ورحمة الله حبيبنا، إن شاء الله بخير. تحية لك لأستاذ سارة برضو، ما قصرت معنا. تحية لأستاذ سارة وبعدين لي. لا والله انت ذاتك يعني ما قصرت معنا في الجروب الصراحة، أنا طيب متابع يعني في الجروب عن المنحة. أنا الصراحة يعني واحد من الناس اللي عانيت شديد مع الإنجليزي، طبعا أنا من مواليد السعودية، أساسا مواليد الرياض هنا. وأساسا طبعا أنتوا عارفين يعني أنت أستاذ سارة أنتوا قاعدين هنا في السعودية، عارفين إنه يعني الطلبة بتاعين أو في زماني كان الطلبة بتاعين الابتدائي كان بيبدو منه متوسط. أنا يلا من الناس اللي قريت هنا الابتدائي وجيت واصلت سابعة وثامنة وسادسة في السودان، فمشيت لفصل كان كل الطلبة فيه بيعرفوا إنجليزي وأنا ما بعرف ولا كلمة إنجليزي. بديت من هنا الصراحة، فكان حاجة يعني بجد يعني ما توقعت يوم من الأيام إن أنا أقدر أمتحن هاي الابتدائي وأنا صغير، يعني ما أنا يوم أقدر أتكلم وكذا. حتى أتذكر كان يعني كان عندي خالي أساسا هو كان يعني مش أمريكا ومش روسيا، كان بيعرف يعني بيعرف يتكلم إنجليزي كويس، هو مهندس طيران،
فكان بيعلمني حبة حبة فيديو كل يوم أقعد أبكيله الناس بعرف يتكلمون الناس يقعدوا يجيبوا حتى كان الكلمات بتاعت حافل وحاجات ورق يعني حتى كنت بخاف إن أنا أرفع يدي إن أنا لغة غريبة عليه فسبحان الله أنا أتذكر الوالدة ما قصرت معي والله وكانت يعني كان بتدعم صوات من الحاجة دي ممكن فبتذكر في نهاية السنة كان أنا جيت قفلت الإنجليزي يعني أنا حصلته جيت متأخر عنهم بست شهور وأنا ما كنت بعرف إنجليزي أساساً جيت في نهاية السنة قفلت الإنجليزي وجيت لو امتحنت تامن برضو قفلت الإنجليزي بعد ما وصلت من الجامعة انتهيت من الجامعة صراحة ما كنت يعني الإنجليزي بتاعي كويس زي حق المدارس اللي دول اللي هو البريزن سيمبل والكونتينيوس والحاجات دي لكن الكلام صعب فانتهيت من الجامعة صراحة لله وانتهيت منه طوالي الكلام ده بتذكر في 2017 جيت أصريت حتى كان بتذكر يعني ناس معاي كتار ناس الدفعة يقول لي انت أنا عايز يشتغل ولا عايز يتعرض قلت لهم عايز أتواصل أتعلم لغة دي يعني كنت بتذكر في 2017 في نهايته كنت في ليفل 4 مصرية تقريبا في معهد في السوق العربي اسمه سي دي سي بتذكر كان عندي دكتور اسمه دكتور بيقول له جيمس حمزة ان شاء الله يكون تابعك هو قاعد في الجروب ان شاء الله يكون بيحضر في اللايف كان بيطلعنا يومي بيقول لنا يعني في السطح فوق بتاع المعهد بيقول لنا بس اطلع اتكلم انا بديك توبيك حتى بتذكر انه بيقول لي اقول انت الان انسانك كان بيقول لي كده لازم حتى بالقهله حتى يعني انا بديت اتكلم بعد شهرين ثلاثه شهور بديت ادخل انجلش كلاس بتاعت او دي بيتات بتاعت ليفل 7 و 8 شنو يعني الحاجه دي ادتني ان انا خلاص ان انا اكسر الخوف لحد هسه طبعا انا ما ماستر اللغه شديد يعني لكن ادتني حق دافع كبير ان انا اواصل يعني حتى يوم الليله والله حتى في الانجلش كلاس الاخيره بحاول حتى ولو ما اتكلم بحاول ان انا الاقي لكم ناس معي يعني انا مرات بكون يعني بجي باخذ السماعات والله بسمع ومرات بنوم يعني انا بكون خدت كده بكون جاي من الشغل باخذ السماعه بس عايز اسمع حتى ولو ما اقدر اتكلم فالحاجه دي بتديك انه انك انت تكون تشالنجينج انه الزول حتى ولو بيجنر انه هو لازم يبدا انه هو لازم يكسر الحافز البدايه يعني زي ما كان استاذ جيمس دون كان بيقول لنا لسانك المعروف لازم ولو ما اخذت الاستد ما حط ما فدي الحاجة أساسا التي خلاني لحد يوم الليل إن أنا أعمل إنجليش كلوب إن أنا واصل فيها الصراحة أنا ما عايز أفقد الحاجة اللي في الطلب ولو كانت بسيطة شكرا جزيلا أستاذ سارة عندك أي فولو أب تكوري طبعا برضو من الناس المنتظمين بيشارك معنا اذا كان صاحي طبعا احنا لما ناديه وما يرد طوال كلنا بنعرف انه هو نام يعني بيجي من الشغل وشكله كله تعبان فبينوم يعني وبعدين ذكر حاجات برضو مهمه هو في تعلم اللغه يعني في النهايه انت لازم تبذل مجهود بذل مجهود متواصل يعني هو خوفه نفسه يعني ما منعه من انه يعني to reach out for help حتى حتة المعاهد وكذا يعني انت المعهد طبعا هو في النهاية انت ما حتخش وتطلع خواجة لكن على الأقل فيه درجة من الكوميتمنت يعني إذا انت حاسس انه والله عايز تمشي مع حد امشي طبعا هو في الزمن اللي علينا ده كل شيء موجود في الانترنت لكن حتى إذا انت عايز تمشي بيكون في نوع من الكوميتمنت انك بتمشي بتكون طول فترة ما انت موجود في المعهد الوسط نفسه فيه اللغة بتاع لكن مع ذلك خد في بالك انه انت برضو مفروض تجتهد يعني تذاكر بتقراه في المعهد تجي تراجعه البتاع هنا بعدين برضو تكلم مثلا عن الدور المهم حق الاساتذة زي استاذ جيمز اللي انت قلته ده يعني ربنا يدي الصحة كان بيشجعكم بغض النظر عن مستواكم او كده والحكايه دي برضو كسرت الرهبه يعني زي ما انت قلت بقيت ما بتخاف ودي حاجه مهمه جدا يعني انت في اللغه تتكلمها وتكتبها وتتعامل معها حتى لو انت لازم تغلط يعني في الاول يعني فيا ريت لو الناس فعلا تقدر تكسر حاجز الخوف والرهبه اللي عندها ده وتتكلم يعني تتكلم وتستعمل اللغه هاجر
أجل رجب. السلام عليكم. السلام ورحمة. أولا أنا متفاجئة لأني لي يعني يمكن أسبوعين ولا ثلاثة أسابيع أنا بفتش لكلوب بتاع إنجليزي وما قاعد أخش الفيس كتير، فهسي بس فجأة دخلته ولقيت إنه في لايف عن الإنجليش كلوب، فدخلت قلت أشوف الحاصل شنو عشان أعرف يعني، لأني أنا بفتش على الحاجة دي يعني لأني محتاجة إني دايرة أمارس. أنا إحنا حققنا هدفنا يا أستاذ زارع. بالضبط كده. حقيقة ده كنت أنا اللي بفتش عليه يعني هسي الفترة الأخيرة إني دايرة جروب بتاع ممارسة، ما عشان مثلا امتحان ولا كده، لا داير يعني حاسة إني وصلت مرحلة دايرة أمارس، دايرة أمارس عشان أجود اللغة. أنا في السعودية. بالنسبة للكيف يعني نظام الكلب، لأنه هسي أقدر أعرف يعني الأيام 200 والوقت ولا كده، نحن طبعاً ساعة قدام السودان من 3 لـ 5، معناه نحن من عندنا من 4 لـ 6. فعلاً هو من 4 لـ 6 كل يوم ما عدا الخميس والجمعة. الخميس والجمعة أوف، بعد ذلك من السبت تحدي يوم الأربع يومياً في المواعيد اللي تفضلت بها، اللي هو 3-5 بتوقيت السودان، 4-6 بتوقيت السعودية. طيب ممتاز. بنختار الموضوع اللي عايزين نتناقش فيه، وعادةً قبل يوم يعني انت ممكن تتابعي الصفحه ايوه في الفيسبوك، هتلقي الاناونسمنت هناك، فيه الموضوع اللي حنتكلم فيه وفيه النقاط اللي حنناقشها، يعني اسئله اللي حتتسالي ليها واللي حتناقشيها. واذا برضو انت عندك اي اضافات عموما في وقت يعني لما تجيك الفرصه، طبعا طالما حتتكلمي في الموضوع نفسه برضو يعني مرحب بك، ما لازم تتقيدي بالاسئله، بس الاسئله بتكون زي جايد كده أيوة للتحضير أو حتى مفيدة بالنسبة لنا إحنا يعني عشان نظبط بس الإيقاع بتاع النقاش. ما في مشكلة. الحاجة المثلة طبعاً، معلش يا هاجر بس قاطعتك، الحاجة المثلة طبعاً إنه يعني أنا بساعية إنه على الأقل واحد ينزل جدول حق الأسبوع كله. أيوة. الحاجة دي يعني بتدي فرصة بزمن أكتر للناس إنها تحضر، في نفس الوقت برضو الواحد ممكن تجوين إذا الموضوع بالنسبة له كان interesting يعني، إذا ما كان يعني الموضوع interesting خلاص يعني ممكن ما يشارك اليوم المعين ده، لكن شوية المسألة دي صعبة، لكن I will do my best إنه أقدر أنزل جدول كامل بتاع الأسبوع، والواحد بعد ذلك يختار هو عايز يخش 200 ويشارك فيها موضوع ويحضر. طيب هل في يعني مثلا تحديد للاعمار ولا مفتوح يعني ممكن مثلا ادخل وادخل معي مثلا بنتي او ابني او كده انه يشاركوا؟ والله ما اعرف، على حسب برضو المستوى بتاع اولادك يعني، اذا هم المرات المواضيع برضو مواضيع كبيره، نتكلم عن ليدرشيب مثلا او نتكلم عن سايبر بول يعني نوعية المواضيع ذاتها، احيانا المواضيع تكون مهمة للفئة العمرية معينة يعني. أيوة. حتى احنا دي برضو من الحاجات اللي عندنا يعني، احنا جروب فيه فئات عمرية مختلفة، في ناس كبار، في ناس شباب لسه ما تخرجوا من الجامعات، هو احنا برضو حتى رجال، نسوان، شباب، شابات، خلفيات مختلفة، مرات حتى الموضوع نفسه عشان تخليه يكون appealing لكل الناس دي تحاول تجيبي كذا نقطة أيوة بتاعت نقاش، على أساس إنه كل زول يلقى حاجة ممكن تكون نكمل أو بالضبط، فبرضه ما أعرف الحتة دي. لا خلاص ما في مشكلة. أوكي. أنا مدام لقيت فرصة مشكلة بعد ذاك الزول بيقدر بيحل المواضيع. الكلب بيكون في تطبيق في زوم ولا مثلا في تطبيق تاني ولا كيف؟ Go to meeting. أيوة. الجو تو ميتنج ده لانه سريع في السودان ما بياكل في بي ام من الناس، بيحتاج في بي ام بس ينزلوه بعد كده ما بيحتاج، والبوست نفسه اللي بتنزله استاذ سارة عن الانجليش كلب الموضوع بتاع بكره، في البوست نفسه في باقي وكده انه والله انا مستخدم جو تو ميتنج ده داونلود لينك، والزول بيشغل في بي ام بينزله مره واحده بعد كده زي واتساب بيشتغل طوالي، فخفيف ولطيف وظريف يعني. لا خلاص تمام ما في اي مشكله خلاص، وانا في يعني منبر جديد حيخش معاكم ان شاء الله. يور ويلكم. هاجر انت شنو الخلفيه بتاعتك؟ شنو اكاديميه ولا شنو؟
لا انا ام لكن مهتمه يعني بالمواضيع عموما تحت التعلم التربيه الحياه دي فبلقى اي نايه عن التربيه او التعلم بالذات بدخل فيه طوالي ما عندي مشكله. امهات عظيمات دائما الله يديك مصحه. الله يسلمك يديك العافيه. شكرا. ترينر محمد في برضو الرشيد رافع يده من قبل والله يعني. لا هو الرشيد ما تكلم. الرشيد ده من الرجل البارتيسيبنت. أنا شكلي لخبطت عن الرشيد ده لخبطته مع عبد الرحمن شكلي. الرشيد. عليكم السلام ورحمة. السلام عليكم شباب كلكم. منور. دي جلسة جميلة جدا أكون معكم أول حاجة. وصراحة سعيد إني أكون بين الأسرة اللي كنت ما شايفها أصلا أو كنت ما أعرفها. سعيد أيضا أتعرف على الدكتورة سارة من بعيد كده. عموما الإنجليش كلاب والله جميل والمجتمع بتاعه ذاته كويس جدا رغم الصعوبات اللي نواجهها مع كورونا ومع إن السودان فيه بعض الصعوبات الناس تواجه مشاكل في الإنترنت وكده لكن حاجة جميلة جدا يكون عندنا إنجليش كلاب والناس تكون زي ما أقول نشطة أو تنشط الذاكرة بتاعت اللغة الإنجليزية بتاعتها. أنا كأول تجربة لي مع إنجليش كلاب بتاع البحثين السودانيين أظن ده أفضل إنجليش كلاب أنا واجهني وصراحة بشكر القائمين بالأمل جدا اللي هو دكتور سارة والدكتور أنور وجميع الأعضاء. أنا يوات أدوني كريدت دي دكتور سارة دي حل القاوي الموضوع كله أنا ده بس فاسيليتيتر بس يعني الله يجزاه خير. والله تجربة جميلة إننا كونه بنقدر نشارك ونحن من بعيد وكذلك يلموا ناس من أطراف مختلفة من أطراف السودان وبالنسبة لي أنا بالذات مثلا في فائدة كبيرة جدا زي ما قال الدكتورة سارة كنت بواجه مشكلة إني بتعلم لغة جديدة اللي هي اللغة التركية مع محيط ما بيتكلم لغة أخرى خير اللغة حقته يعني ف على مدار 8 شهور أو 9 شهور ما تكلمت لغة إنجليزية إلى أن وصلت إلى الاسم ده أو تعرفت على SRF Club يعني واستفدت كثير منه والله. فمثلا إذا قلت أنا أحكي مثلا عن حياتي بتاعت اللغة الإنجليزية وحياتي الدراسية بتاعت اللغة الإنجليزية عشان تكون تجربة أو تكون على الأقل دافع بسيط برضو من الأساس برضو واجهت مشاكل كثيرة جدا ومن بدايتها طبعا المعلمين وكذا وأنا شخص قريب في مدرسة حكومية فالأساس بيكون فيها على الأقل مخلي الأستاذ بيخلي المدرسة وبيمشي للمدرسة الخاصة فدي من المشاكل اللي واجهتنا عليها لحد سنة تامنة من الناس اللي أكون سقطوا في اللغة الإنجليزية وحكيت القصة دي قبل كده يعني من سنة خامس بزغط 11 بجيب 11 من 40 إلى سنة تامنة تخرج من تامنة بعد ذاك له أصلت مشيت لمعهد وعرفت الحاجة دي خطيرة ما بدخلني الجامعة فخفت على حتة دي فمشيت لمعهد ودخلت وما شاء الله برضه لقيت أستاذ ما شاء الله مساعد جدا وساعدني بعد ذاك بدأ النجاح من الثانوية اللي هو من السنة أولى وسنة ثانية بقيت نجيب 50 شوية كده 100 بعد ذاك 70% بعد ذاك وصلنا لدرجة 80 فلله الحمد لله بنتكلم شوية كده يعني وزايد عليها الإنجليش كلاب بتاعكم ده جميل جدا وأشكركم على الجهد المقدر بالأخص لينا عن هنا كأشخاص بيتعلم لغتين حاجة ما سهلة زايد عنده لغة تانية بيتكلم بها أصلا اللي هي اللغة العربية شكرا يا دكتور سارة وشكرا دكتور أنور وعلى كل الشباب اللي هم مساعديننا بآرائهم و نصائحهم شكرا رشيد شكرا على الكلام الطيب والله رشيد طبعا بحترم جدا الزول اللي بيقدر يعني بكل شجاعه وبتاع يقول والله انا كنت في الحته الفلانيه وده معناه شنو معناه انت مشيت انت يو موف دون انت هسه حاليا ديفينتلي في المرحله بتاعت كونفيدنس يعني ممتازه جدا ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب تسلم ترينر مهند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام الإخوة الأعزاء
انا مهند اللقاني يا دكتور انور. يا هلا ومرحبتين. كيف حالك؟ كيفكم شباب؟ دكتور ساره انا حقيقه بعمل كوبي بيست لكلام اخوتنا هاجر. يعني انا صراحه مش يعني متفاجئ، انا كاد يعني انطط من الفرح بالحاجه دي، ومع اني من الاعضاء النشطين جدا في مجموعه الباحثين السودانيين، لكن بقدر الله انا ما شفت المبادره الطيبه الجميله دي، ولي شهور قاعد ابحث عن كلب. حقيقه انا الشيء المستغرب لو ما قادر القى لي اجابات. يعني انا الحمد لله ممكن اكون درست على ايدي اساتذه كويسين في المدارس السودانيه في الانجليزي، وكنا دائما درجاتنا فل، وما عندنا مشكله نكتب كومبوزيشن، ما عندنا مشكله نفهم كومبرهنشن، ده كله ما عندنا في مشكله. لكن ما قادر كنت اقدر القى له اجابه ليه انا ما قادر ابقى زول فلوينت، ما قادر اتكلم انجليزي زي ما قاعد اتكلم عربي ولو بنسبه 20%. خلينا نقول يعني المشكله دي لها سنين، انا ملازمه اني شخصيا، وقدر ما دخلت معاهد وقدر ما الواحد يحاول يسمع موفيز يحاول يقرا كورسات، ما قدرت القاب ده بذاتي، ما اقدر اعمل له يعني اردمه. فان شاء الله انا اتوقع واتمنى انه الفرصه دي تكون هي اللي بتخلي الزول يردم الحي، يقدر انه يتكلم بشكل تلقائي، ما يفكر انه هو داير يقول شنو زي الاطفال الصغار. يعني انا نفسي انه الواحد يقدر يعمل حاجه دي. احنا انا زول مدرب يعني، ونفسي انه اخذ المحتوى العربي بتاعي ده انه اقدمه بالانجليزي. فسبحان الله زول لما يكون يعني عنده حاجه عاوز يقدمها وعنده مشكله بتاعت اللغه كانه جاهل، يعني كانه زيرو في الحاجه. فحاجز اللغه ده حاجز كبير جدا بالنسبه للناس اللي عاوزين ينتقلوا من الحتات اللي هم فيها لحتات ثانيه. يعني بيكون حاجز كبير جدا، يعني ما بتقدر تنط الحاجز ده الا بمجهود، يكون غير انه مجهود جبار مفترض يكون مجهود واعي. انا بفتكر انه انا ما عرفت اعمل الحاجه دي بطريقه صحيحه في السنين اللي فاتت، واتمنى انه دي تكون الحاجه الصحيحه اللي ربنا يجزيكم عنها خير انت ودكتوره ساره وكل القائمين على الامر. كتر خيركم كثير، وانا سعيد جدا بالحاجه الجميله دي، في ميزان حسناتكم ان شاء الله. يديك العافيه يا حبيبي. هو طبعا يا اخوان هو نادي بتاع انجليزي، انا يعني قاعد نتكلم بالعربي والسوداني اسهل شنو؟ عشان القصه بتاعت لما تكتب بالانجليزي ولا ناس تكلم بالانجليزي، في ناس كثير جدا عندهم الحاجز النفسي ده. They feel يعني شنو زي ما يقولوا disconnected. They cannot relate. فمهم جدا يا اخواننا الناس تكسر الحاجز ده. ومن دي قدام قلتوا شخصيه عظيمه جدا استاذه ساره. انا بصراحه والله يعني الموضوع ده لما بدا كده ما عندنا مشكله كبيره جدا في الكوميتمنت. يعني الباحثين السودانيين دي في 10 سنوات اتفرعت منها زي 40 مجموعه فرعيه، واحده منهم بتاعت الانجليزي، والانجليزي اتعمل على اساس انه الناس تمتحن ايلتس توفل وبتاع اللي بتاهل للمنح الدراسيه. فقليلين جدا الناس اللي عندهم الليفل بتاع الكوميتمنت بتاع استاذ سر. انا صراحه كده يعني انحني ليك والقبعه واي حاجه صراحه. صراحة حاسب والله العظيم جد، يعني صدقيني يعني زور بالكواليتي بتاعتي وكده، يعني صراحة جد ربنا يجزيك خير ويعني يجعلك ميزان حسناتك. بنرفع يدينا يا أم عبودي بإنه تدوسي في البارتيسيبنتس أو المشاركين بتلقي في حاجة اسمها ريز هاند. شكرا جزيلا. لو سمحت لي برضو أعقب على الكلام الأخ مهند يا دكتور. نعم. موضوع التعلم إنه الواحد يتكلم دي أقول لك شنو، يعني الناس ممكن تقعد تتعلم الكتابة، تقعد تسمع، لما نيجي الكلام هو الكلام ده برضو كسكيل، يعني برضو هو محتاج ممارسة. زي ما قلت لك الناس بتتعذر بحكاية طيب أنا حأمارس مع منو؟ مارس مع نفسك. هارجع وأقول تاني، يعني مثلا هو as a trainer عايز يقدم محاضرة، يعني تقدم المحاضرة لنفسك، سجلها وشوف يعني الحته اللي بتعمل فيها بوست شنو، الحته اللي انت ما قادر تستحضر يعني فيها عندك الفكره بالعربي ما قادر تترجمها بالانجليزي اثناء التسجيل، قولها بالعربي وارجع ثاني عيد المره دي بعد ما انت تملى الفراغ ده وتفتش الايكويفالنت في اللغه الانجليزيه. اللغه برضو محتاجه حبه حفظ، يعني ما فيها حاجه اذا انت حفظتها. يعني مثلا انا اول ما جيت هنا في السودان كلنا سودانيين، والاساتذه معي في الجامعه سودانيين وكده، ممكن نادر جدا ما يكون في زول ما بيعرف يتكلم عربي
اشتغلت فترة في جامعة جوبا، كان عندنا زملاء جنوبيين أوكي بنتكلم معهم بالإنجليزي لأنه هم يعني لغتهم ما العربي، لكن يعني برضو ما كنت إكسبوز خالص لموضوع الونسة بالإنجليزي. ده معظم الناس برضو كانوا دايرينه يعني دايرين يتونسوا وينكتوا بالإنجليزي وكده يعني. لما جيت هنا في الجامعة هنا مختلف الجنسيات، أمريكان، كنديين، فنلنديين، كانت معنا واحدة من فنلندا يعني جاية من فنلندا لحد السعودية، مختلف الجنسيات، فأنت مضطر تتكلم معه بالإنجليزي. وحكيت الحكاية دي برضو للممبرز تاني الإنجليش كلوب. أنا كنت بتخيل شكل الحوار البكرة لما أمشي مع زميلاتي في المكتب حاقول شو، كنت بدير دفة الحوار بالحياة اللي أنا حافظة، النكت اللي أنا حافظة أو اللي قعدت ذاكرتها بالليل، أو مثلا ليلة قرر والله نتكلم عن موضوع الفلاني. المهم يعني في النهاية حبة حفظ ضروري وحبة اجتهاد ضروري، بالإضافة طبعا لكسر حاجز الخوف. معظمنا عندنا القواعد موجودة، يمكن حتى الذخيرة اللغوية موجودة، لكن محتاجين لقفزة في الظلام يعني. صحيح. أنا طبعا تعرضت ل different accents يعني صراحة كده. النيوزيلنديين من الناس الصعب جدا يعني تفهم كلامه. الجنوب أفريقيا برضو مشكلة شوية، لكن الأصعب تماما هم الآيريش يعني صعبين جدا. كانت معنا واحدة من آيرلند يعني. نعم. ففي النهاية زو شنو جيت اكتشفتها ليتر إنه في ناس تانين من متحدثين اللغة نفسهم ولغتهم الأم اللغة الإنجليزية ما بيفهموا بعض. فزي ما مثلا تلقى لك سوداني من الشمالية بيتكلم مع يمني من حضرموت، الاثنين بيتكلموا لغة عربية لكن أبقى راجل أفهم. ففي حاجات زي دي أنا بعض مرات كثير بفتكر إنه والله أخي لو ما بقيت أنا خواجة، ولا تلقيه مركز مثلا مع الأكسنت الأمريكي ولا الأكسنت بيضيعوا زمن كثير جدا في القصة دي يعني. فعلا مش كده؟ بتفق معك جدا في النقطة دي، وكنت حاشكرها فعلا برضو يعني. موضوع الأكسنت ده ما تركز معاه يعني، العالم ده كله بيتكلم بأكسنت يعني. طيب مهند احنا صالح. السلام عليكم. عليكم السلام. اول حاجه والله تشرفنا يعني شرف لا ولا له ولا اخر الدكتور انور والدكتوره ساره، يعني اخيرا شفناك صوره دكتوره ساره، وتشرفنا بالسيد الرشيد والسيد عبد الرحمن وكل الشله ما شاء الله. ويعني الجروب ده أسعدني سعادة ما بعدها. الموضوع ده ما طولت معاكم كل شهر أو أقل، لكن كنت سعيد سعادة شديدة جدا إنه أنا لقيته، لأنه الموضوع ده أنا في السعودية طبعا. فلما بدأت أشتغل على الإنجليزي وأركز فيه، وطبعا الإنجليزي ده ما رجحت له إلا بعد بقى لي حاجز في كثير من الحاجات يعني. الفترة الأخيرة مع القفلة دي مشيت حاولت إنه أدرس مثلاً كورسات أونلاين، كورسات هندسية، ما قدرت أسوي باللغة دي، باخد زمن طويل جداً عشان أفهم الكورسات. مشيت عشان أدرس برضو واحدة من البرامج الهندسية، برضو فشلت في الامتحان بسبب اللغة. فدخل علينا ألف ودور، وفي النهاية شنو أركز في إنه خلاص أركز على اللغة الإنجليزية. فكنت سعيد جداً إنه لقيت الجروب ده لأنه حل لي مشكلة. قعدت اجتهدت شوية في الاستماع باعتبار أنت بتستمع براك يعني، اجتهدت شوية مع نفسي برضو في الرايتنج، لكن السبيكينج واجهتني مشكلة أنه أنا حاتكلم مع منه، ما في زول يعني. حتى المعاهد هنا ما فيها الكلبات الموجودة في السودان اللي أنا بتذكرها يعني زمان، ما أعرف هالسفو ولا ما في، فما في زول تتكلم معه. فالجروب ده حل لي مشكلة عويصة جدا. حتى أذكر أول يوم الطبق أنا مشيت كتبته يعني على أساس إنه أنا أقرأه كامل، فقلت له أنا أخذت الناس أقرأ لكم خلاص. دكتورة سارة قالت لي يا أخي الموضوع ده ما فيه قراية، لكن أنت المرة دي أقرأه تاني ما تقرأ يعني، حاول خد بوينت أو غيره يتكلم الموضوع speaking يعني ما هو writing. ففعلا حسيت بالتحسن مع انه الفترة بسيطة، لكن حسيت فيها بتحسن حقيقي.
وكان السيد عبد الرحمن طرح موضوع انه يعني الفترة الخمسة والعشرة دقائق اقصاها دي ما كافية لانه كل واحد ياخذ كفايته في الكلام. والله هي الفكرة كويسة. انا فعلا يعني انه خمسة دقائق لعشرة دقائق بتتكلم من غير اخذ وعطى بتكون شوية تقيلة. يعني انت لما تتكلم لمدة خمسة دقائق متواصلة وبعدها ما بكون في تصحيح مثلا او مواصلة بتاعت كلام بمساعدة بالاسئلة دي برضو بتخلي الزمن ضيق شوي. فأيا كانت الحلول شكلها هيكون كيف, انا بشوف انه كل ما الناس اخذت وقت اطول اذا مثلا تكون تاني جروب او جروبين في ازمان مختلفة برضو الناس بتلقى فرصة اكبر في انها تتكلم. واشكركم مرة تانية وكل الود والتقدير. ذاكر شكرا لمهند برضو من الريجولر بارتيسيبنتس. انا برضو بعتبره اضافه للنادي يعني, يعني مهند برضو من الناس اللي ممكن تشوف فيهم التطور اللي حصل له من اول يوم قابلنا لحد يعني الوقت الحالي. فسعيدين انه معنا يعني, سعيدين انه احنا كنا مفيدين. والله انتوا مفيدين ديفينتلي. يعني انا قلت لك يعني بعض مرات كده بيجي مطفر بسمع النادي وبتاع بلقى الناس يعني لما يشوف الاسماء كده بطمئن, لانه في مشكله بتاعت نولج اكوزيشن بيكوز اوف ذا لانجويج بارير. كل الناس عارفين انه والله يا اخي اسي في كوفيد 19 دي في كميه بتاعت ناس عملوا كورسات وجو ورونا شهاداته من احنا والله عملنا الكورس. في ناس ثانيين ما قادرين يعملوا بسبب الحيز بتاع اللغه يعني. والحاجز انا اعتقد انه معظمه نفسي يعني. واسي ان شاء الله بالجلسه دي, وفي ناس بتعرف بيزروا النادي من وين, النادي في جروب مخصوص بنستخدم البرنامج بتاع جو تو ميتنج, استاذ سارة اللي قدامكم الاستاذ المسؤول منه. مروه خضر, مروه تفضلي. مصعب السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مروة الانترنت من عندك ظاهر ضعيف, الصوت بيجي مقطع شديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. النت ممكن تطلع من الجلسة وتجي راجع بنفس الرابط الثاني بس عشان الانترنت يكون اسرع شوية. اسي بيقطع. اسمي مروة. مروة النت بيقطع من عندك شديد. طيب مصعب ممكن تخش لحد ما مروة بس تظبط موضوع النت ده. مصعب ايوه. شكرا دكتور انور الله, وشكرا دكتور سارة. السلام عليكم. اي انا سعيد جدا وشرف عظيم انه كنت انا بتكلم مع ناس ومرة ما حسيت شفتهم الليله, هو شفته مع اداب بتاعت الجروب ناس الرشيد وجلال ومهند وعبد الرحمن كلهم يعني الليله, يعني شرف عظيم والله يشوفهم. وشكرا يعني خاص كده للدكتوره ساره لانه والله اجتهدت وتنزل لنا يعني يوميا يحط مواد جديده ونشطه, والناس هو دائما متفائل تدخل وتتكلم يعني شيء جميل. انا طبعا يعني لما بلقى جروب زي توالي طبعا ادخل, عرفت الجروب ده طبعا من اخوي زاد هو مشارك معكم هنا ابراهيم وهو دلاني انه قال لي ادخل انا توالي, قلت مباشره ادخل. وشيء جميل جدا يعني انه هو في ناس كثيره طبعا برضو من اصحابي انه هو بحاول انه يقول لي ادخل وقعدت اوريهم وارسل لهم اللينكات. تقريبا في جزء كبير دخل لكن بس عشان هم بخافوا انه بس يتكلموا وكذا, لكن هو من هنا ناس كثير. طبعا انا واجهت صعوبات في انه عشان اتعلم اللغه ده, ولما جيت هنا شالوني الجامعه
وامشي بحضر المحاضرات وتقريبا اغلبيتها بالانجليزي ما بفهم منها ولا شيء. اغلبيه الطلاب كلنا ما بنفهم. وقول مرات نعمل استفتاء انه نقول يحول لنا المواد بالعربي ما داير. الاستاذ بيقول احسن لكم يا زول اخليكم ندوكم بالانجليزي مهما كان وبعدين بفيدكم قدام. بعد ذاك مشيت سجلت في معهد ابتك وفي معهد ماركوني وذا كذا وشفت لانه في ناس كانوا بيعجزوني هنا في شنو بقول لنا انجليزي بتاع كفار وبتاع ما يفيدك ولا حاجه شوف لك شغله. بعد ذاك ادركت انه والله انه هو لغه مهم جدا وبدات انه سجلت في معهد بتاع ان جي سي وفي معهد بتاع العميد وقربت قطعت شهد كبير انه دار اقل ذاته باقي لي شهور بس وكان اشيل الشهاده شلت شهاده من معهد ثاني وبدات انه لحد في ليفل 4 كنت ما بعرف اتكلم لانه خوف شديد كان واجه قدام الناس وبشر التوام من الاكتيفيتيز ما بحضر بس بجي يعني بخش الكلاس بحضر بس الاستاذ ادانا ويكون فرحان بجي تالي للشواف يا زول الله الليله وانا انجليزي ناس اللي عزل. طبعا هنا في السودان هنا لما زول شوف انت تتكلم انجليزي وتمشي المعهد بيقولوا خلاص زول عارف وتوارثه كمان تكبر راسك زياده وعامل فيها معلم ورسالنا فادي ما عارفين اي شيء. شفت انه انا ماشي بالطريقه ده ما قاعد اسوي اي شيء بدات انه اجتهد ذاتيا واي شيء ابدا براجي وبدخل الجروبات بتاعت الانجليزي شوفوا طبعا اي استاذ لقيته ما بقلني لقيته في السودان ده لو ماشي في المواصلات بعرف انجليزي بحاول بقعد اتكلم معه وبعدين بمشي بقرا اللافتات في الشوارع في السوق العربي وبخش بشوف يعني ما بخليها حاجه حاولت انه بعمل كده اعمل كده لحد اهو اتحسن كثير. وفي نفس الوقت كان بس دار اتخرج كده من المعهد وشغالين اكتيفيتيز في عشان جاء كورونا ووقف قلنا خلاص ده مشكله الليله كمان يعني خلاص نحضر انه تاني ما بنقدر نتكلم. فجأة هو الجروب الجميل ده والأسرة السعيدة يعني جاءت يعني هو زاد لنا الأخير واستفدت كثير والله ولازل يعني استفيد. وشكرا خاص للدكتور أنور تفعلا ودكتورة سارة وإن شاء الله مزيد من التقدم وشكرا لكل الممبرز. الله يديك العافية. أخوانا سارة دي وسعزتكم ما أنا ده الترتيب ده ضبطه. شكرا دكتورة سارة وسعزارة وبعدين أنور لو ما عايز اشكره ما في مشكله لكن بدي احوس عزتكم الله يديكم العافيه ان شاء الله موفق يا اخي والله. شكرا يا مصعب شكرا للكلام الطيب يا مصعب برضه من الريجولر بارتيسيبنتس والناس المجتهدين حتى انا مره ذاتي رسلت له رساله يعني قلت له الواحد فيري براود بالطريق بالمسافه اللي انت قطعتها مقارنه باول ما بدا النادي ولحد هسي فريق كبير واضح انه فعلا شغال على روحه. بعدين بالذات للناس الشباب كده زي مصعب ولسه بيقروا فرصة الجامعة وفترة الجامعة دي تستغلوها فعلا في انكم على الاقل التارجت يكون بعد تتخرجوا يكون عندكم لغة كويسة يعني عشان تقدروا تمشوا لي قدام يعني. في حاجات كثير الشباب ممكن يعملوها في الفترة بتاعت الجامعة بيقضوها يعني ما بيعملوا الرايت انفستمنت تحديدا حتة اللغة دي يعني صحيح. الناس في السنة الثالثة رابعة جامعة ده الوقت بتاع التقديم للمنح مش بعد ما الزول يتخرج بتاع ده الوقت بتاع الزول يمتحن لو عندك آيلتس ولا توفل ولا اي امتحان بتاع اللغه ربنا يوفقه ان شاء الله. طيب محمد عمر السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام يا هلا ومرحبا كيف اخباركم ان شاء الله طيبين؟ الله يديك العافيه الحمد لله. والله الواحد سعيد جدا جدا انه يكون في مجموعه زي مجموعه الباحثين يعني ما شاء الله عليها مجموعه ما هينه والله بتقدم محتوى مفيد جدا جدا يعني فمن المجموعات اللي انا بخشها في كل يوم مره او مرتين. الجروب بتاع اللغه الانجليزيه دخلت فوقه لكن ما شاركته نسبه الحته بتاعت الزمن. انا هنا مقيم في المملكه فخمسة اللي هي ستة الواحد يكون على الدوام وكده فبكون خلاص خلص. فبالنسبة للغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية طبعا مهمة جدا جدا فبقت انت من غير لغة إنجليزية ما بتمشي لقدام. دار تقرأ دار تعمل أي شيء لابد اللغة الإنجليزية تكون عندك. دار تقرأ مرجع لابد المحتوى بتاع لأنه المحتوى باللغة الإنجليزية متوفر أكثر من اللغة العربية. فباللغة العربية ممكن ما تلقى المرجع اللي انت عايزه لكن باللغة الإنجليزية بتلقاه موجود تمام. ف
فاللغة الإنجليزية نحن الشعب السوداني أغلبية الشعب السوداني بيخاف من الحتة بتاعت الإسبيكين. هو يقول لك أنا بقدر والله بفهم الزول ده هو داير شنو بيقول شنو، لكن أنا ما بقدر أرد عليهم، أو لو اتكلمت بتكلم ببطء. المشكلة بتاعت الخوف. فاللغة الإنجليزية أنت لو ما تكلم، أول حاجة اللغة الإنجليزية عشان تتكلم لا بد تسمع، تسمع كثير حتى وانت نايم. دي من الطرق برضو بتاعت التعلم، في انك تقدر تتحدث تسمع كثير حتى لو انت نايم، لانه عشان تعود العقل الباطن بتاعك على اللغه الجديده دي. الطفل ما يتولد عشان يقدر يتكلم لا بيسمع كثير من امه وابوه، بابا ماما بابا ماما ميت ما عارف شنو، من خلال سمعه الكثير للغه هو بيقدر يتكلم. اللغه الانجليزيه غير من اسبيكن، حتى انت تقدر من عشان تتكلم لابد تسمع، وعشان تكتب لابد تقرا، يعني مستحيل تقدر تكتب من غير ما تقرا. انا عندي تجربه كان بتاعت لغه المانيه، كان في معهد جوتا في السودان، الكلام ده كان 2015. اول محاضره لي كان في اللغه، قلنا الليل خلاص حيدونا الحروف زي التعليم التقليدي بتاع اللغه الانجليزيه هناك، انه تخش المعهد يدوك الحروف والاحفاظ الكلمات دي وما عارف بكره تعال سمعونا الكلام اللي نقول التقليدي. الاستاذ جات خشت اول حاجه ايش هايسا نوها في هايسا زي، يا الله احنا بدينا في كلام زي ما نقول ما فاهمينه، بس طلعنا بكلمه نوها، يعني الواحد اللي اجتهد شديد عرف ان الزوله دي قالت انا اسمي نوها، اللي اجتهد ثاني شديد قال الزولة دي معناها قالت أنا اسمينه هاي انت اسمك منه. أها الترجمة كانت ترجمة للغة الإنجليزية، يعني ما بتترجم للغة العربية، مع أنه سألت سودانية فقالت لا أنا اللي بتكلم ألماني، لكن الترجمة لهم بتكون باللغة الإنجليزية. فلو ما كان عندك اللغة الإنجليزية مستواك كان كويس ما بتقدر تتعلم الألماني. فعرفنا منها إيش هاي سنوها في هاي سنزي، أنا اسمينه هاي انت اسمك منه. بالقوم بتطلع لها طالبين من الكلاس يطلعوا برا، الواحد نفس الجمله اللي هي قالتها تخليك تقولها، تقول ايش هايسه محمود في هايسن زي، انا بطلع برا هدول اللي معي بقول ايش هايسه عمار في هايسن زي، بقول له ايش هايسه محمود. فكسرت الحاجز بتاع الخوف بتاع التحدث، فبقيت انه من خلال اليوم الاول واليوم الثاني الواحد بقى انه يتكلم يعبر عن نفسه، ساكن وين، جنسه، دارس، عمره. فخلال يوم يومين الواحد كون الحاجات دي. الطريقة التقليدية بتاعتنا ان احنا زمان في تعلم اللغة الانجليزية والواحد ما استفاد منها، يعني لا حتى كان طريقة تقليدية بتلقى الأستاذ ذاته هو تعبان في اللغة من الحيث يعني المستوى ذاته ما يكون بالمستوى المطلوب، تعبان جدا جدا. فبتلقى نفسك خلاص، حتى لو الناس لما الواحد بعد ما يتخرج بيقول يخش النادي او يخش عليه وما حد يدرس مستوين بيقوم بيخليه بينقطع، تلقى نفسك وانت ما قادر حتى الممارسه بس بتكون داخل المعهد، تطلع من المعهد بتنسى الانجليزي وبتشوف شي حاجه ثانيه، تيجي ترجع بعد سنه سنتين ثاني تخش معهد ثاني تقرا المستوى الاول المستوى الثاني ثاني ترجع، تلقى نفسك انك ما مستفيد حاجه. ثاني شيء الناس في فتره الجامعه ما مستفيده من المكوت اللي بدو، انا الواحد بيقول لك الجامعه اتصمت او الجامعه قفلت 6 شهور 7 شهور دي لو انت اخذت كان فيها يعني درست فيها اللغه بتكون انجزت حاجه، يعني بتكون بالنسبه لك فايده زي فايده الكورونا اللي هسه فيها، شايف كميه من الناس انجزوا فيها كورسات كثيره. محمد عندنا اخونا هنا كان ذكر انه الحته بتاعت الكورسات كل ما يلقى الكورس بالمحتوى باللغه الانجليزيه. فعلا محمد سامعني انت؟ الو هاي سامعني يا محمد؟ سامعك دكتور. ايوه انت في الجروب بتاع الواتساب؟ انا في لا ما في الجروب بتاع الواتساب. اوكي، فدي فرصه كويسه ان نذكر للناس يا اخواننا السبب اللي ما قاعد تشوفوا بيه زوم ميتنج بتاع نادي اللغه الانجليزيه، ولا قاعد تشوف فيسبوك لايف بتاع اللغه الانجليزيه، لانه النادي برايفت، يعني النادي للناس اللي قاعدين جواه، يعني بيتسجل وبيتعمل عبر جو تو ميتنج، واستاذ ساره هي اللي بتعمل الكلام ده كله. فنحن الليله قصدنا انه نعمل اللقاء ده بزوم ونعمل له لايف في فيسبوك عشان الناس تعرف النادي، يعني احنا حاسين انه النادي ده افترض انه بيقدم خدمات عظيمه لكن الناس ما مستفيدين منه، ما عارفينه. فبالتالي لازم شنو؟ لازم قلنا يعني نعمل لنا ايفنت كده يكون بابليك الناس تعرف انه والله في النادي ممكن تستفيد منه كده.
ففي جروب بتاع واتساب، الجروب ده فيه كوردينيشن، فيه كلام، فيه رسائل، فيه التسجيل بتاع الجلسة كلها على اساس انه زول ده يرجع يعني يسمعها ولا كده. فأي زول يا اخوانا موجود يعني عنده رغبة انه ينضم للنادي، انا متأكد انه الناس الموجودين هنا ممكن يكون عندهم رغبة، لكن في ناس بيكون ما عندهم رغبة، فممكن يترسل لهم العنوان بتاع الجروب بتاع الواتساب على اساس انه يخش يكون جزء منه. دي الحته اللي بيحصل فيها الكوردينيشن والاعلانات بتحصل في المجموعه الكبيره. شكرا لك يا ابو احمد، يديك العافيه. الله يديك العافيه دكتور انور، شكرا لك وشكرا لاستاذ ساره، الله يخليك. شكرا شكرا. طيب ام عبودي، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام، كيف حالكم؟ سامعني؟ السلام عليكم. أولاً كنت خيركم يعني، أشكركم شن يعني، عايزكم خير وكنت سعيدة جدا. طبعاً أنا جديدة انضميت للنادي بالصدفة. باحثين. أي. يا حليلي كيف أحوالك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله تمام. المركز القومي للبحوث. أيوة. تعيننا بدكتور أنور في عمل منصة وكتر خير وشغال معانا على قدم وساق. فهو براو من نفسه قال يا جماعة أنا مستعدة ساعدكم في أي حاجة عشان نمشي القدام. فوالي قمت قلت له وأنا عايز إنجليش كلاب. في نفس اللحظة رسل لي الرابط. فيعني سبحان الله كانت من دواعي حظوظي يعني زي ما بقوله. طبعا دخلت ولبت كده ان جماعتها بيقول لي اتكلمي وانا لسه ما قادره اتكلم، رغم انه احنا درسنا في زمن سمح يعني، لكن للاسف لما خشينا الجامعه كانت سياسات التعليم العالي عربت الجامعات، فالحصيله اللي كنت ماخذاها في الثانوي والمتوسطه كلها راحت تقريبا، مع إنه كنت شاطرة جداً في الإنجليزي وكنت بشرح لصحباتي يعني سبحان الله، ودخلت الجامعة بنسبة عالية جداً بالذات في الإنجليزي. فالدراسة كانت بالعربي في الجامعة وما كان في مراجح كثيرة متوفرة بالعربي، عانينا حقيقي. لما وصلنا الفصول الكبيرة يعني بيطلبوا مننا البحوث بالإنجليزي، فكانت مش معضلة، لكن طبعاً الساينتيفيك إنجليش ما زي الإنجليزي العادي يعني. فالمهم سلكنا فيه، وبعد ذلك لما اشتغلت في المركز القومي للبحوث أي بحث طبعا أنا ملزمة إنه أسلم منه نسخة على الأقل بالإنجليزي، فما بعرف أكتب الحاجات العلمية بالعربي، ما بعرف أكتبها يعني في الحاجات العلمية تمام في الإنجليزي جدا جدا، لكن عندي مشكلة كبيرة جدا في المخاطبة، والحاجة دي عاملة لي حاجز لدرجة إنه أنا بدون مبالغة لحد هسي سنين عمري العشرين اللي أنا شغالها في المركز القومي للبحوث ما شاركت في مؤتمر خارجي، لأنه حاسة مع أنه جاتني فرص كثيرة مرات بتنازل منها يعني لزملاء، حاسة بحاجز كبير ويمكن خجل أكثر من أنه حاجز. فممكن أقرأ قضعة وأكون فهمها كويس، لكن ما أقدر أقول الكلام، وحتى في الليسنينج عندي مشكلة يعني، هسي معظم الأفلام الأجنبية أنا بحضرها بعتمد على التجربة الترجمة أكثر من السماع، مع إنه هسا أولادي بيسمعوا أكثر، بيسمعوا أحسن مني، ورغم إنه امتحنت آيلتس ونجحت فيه وأي حاجة والحمد لله، لكن حاجز اللغة فيه. فيعني أنا سعيدة جدا بالإنجليش كلب ده، وإن شاء الله ربنا بس يعني يقدرنا على جزاكم يعني، خصوصا إنه الحاجات دي أنا مشيت فتشت برا غالية جدا وما بالمستوى يعني، تخلي الزول وفي صعوبة طبعا في المرقة وكده بالذات هسي مع الكورونا دي، لكن من زمان كان في صعوبة بالنسبة لي في المشاوير، دائما بتكون في نص السوق العربي، وأنا ساكنة هنا يعني في أركويت وشغالة في مركز البحوث في العمارات ومدارس أولادي وكده، يعني حياتي شوية الحركة فيها صعبة، فكون ألقى حاجة وأونلاين حاجة ممتازة. والصادف الحلو إنه يعني مع دكتور أنور يا دوب أنا اتعلمت الزوم ما كنت بعرفه، وحتى الرابط الرسلوا لنا بتاع جروب الإنجليش كلوب يعني ما شاء الله طوالي سريع عرفت استعمله كده الحمد لله. شكرا لكم كثير، بكم العافيه. دكتور ساره بس انا كلمه بسيطه قبل ما تمشي، ال جو تو ميتنج ده الاستخدام بتاعه من السودان سريع ولا بطيء؟ كويس كويس.
يعني حسب النت بتاعي انا النت اسرع هو اللزوم اي ولا ما قادر اتكلم والله هسه انا شايفه انه الزوم احسن انا شايفه اوكي اي ما قادر اغيره لكن اسف اللحظه دي انا بالنسبه لي هسه الزوم احسن أوكي. يعني انا مثلا كنت بجو تو ميتنج كان بيقطع علي كثير الا ادخل يعني ادخل امرق وادخل كم مره اي اوكي خلاص احنا والادرس دي برضه يعني ساسرع على اساس انه لو اصلا الزوم افضل احنا وي كان لوكيت يعني الزمن بتاع ال 2 اورز للانجلش كلاب دي تكون بيزوم ما في مشكله يعني اكيد اكيد ما في مشكله اه يعني وات ايفر الحاجه اللي بتساعد الناس هي المهمه ممكن تعقب على تعقيب بسيط على دكتورة سارة مثلا في موضوع المؤتمرات ده انت يعني مؤتمر بيكون علمي في المكينة منها حقو يعني تمشي تعرف انت ممكن حتى تبدي مثلا عرض الورقة بتاعتك توري الحضور انك انت والله ما فلوينت الانجليش مثلا المسألة دي ما فيها حرج يعني انت ممكن تشوفوا الناس اللي بتعلموا عربي مثلا يعني انت كزول اللغة العربية هي اللغة الأم بتاعتك انت عارفه بتكلم عربي مكسر والقواعد ضاربة وكل حاجة ما ضابط يعني لكن انت يعني بأبريشيت المحاولة نفسها فانت في المجال بتاعك يعني انت ممكن ما تكوني فلوينت في موضوع الونسة والبتاع لكن اذا حضرتي ورقة علمية وكده ومشيت حضرتيها معرضتيها في مؤتمر انت تبدي من الأول تقول لهم أنا I'm not fluent يعني it's okay وما يعني بالعكس يعني they will appreciate محاولاتك وكده يعني الناس يعني تاخذ الأمور شوية بطريقة بالضبط يعني هي دي ما تتعقد دي الحتة النفسية دي والثقافية دي أظن أكبر مشكلة أنا قبل ما حكيت القصة بتاعت كيف المجموعة بتاعت English for Scholarship دي بدت مشيت في 2015 أستاذ في جامعة الملك فيصل في السعودية فبرضو عندهم PYD يا أستاذ سارة وفي البي واي دي كان في استاذ امريكي اسمه جوناثان لو شفتي اول بوستات في المجموعه دي انا هسه هعمل شير سكرين عشان الناس تعرف هم بتكلم عن شنو دي المجموعه اللي اسمها انجلش فور سكولرشيب اللي عملناها على اساس انه الناس تقدر تمتحن ايلتس وكده يكونوا فيها فجوناثان ده زميلي قال لي يا اخي انا داير زول يقريني عربي واديه قروش فقلت له انا بقريك عربي لكن ما داير قروش دايرك عندي ناس دايرين يمتحنوا آيلتس لأنه هو أصلاً بامتحان أستاذ آيلتس فدايرك بس تتراجع لهم الامتحان وكده ده كان السبب بتاع إنشاء المجموعة فبس عشان أنا تذكرت الحكاية دي لشنو لأنه الناس اللي ما عندهم مشكلة في إنه يغلطوا يقول لك أنت أتعلم أنا ما بعرف ويعني بيخطوا نفسهم في الحتة بتاعت التعلم المناسبة الحاجز النفسي اللي بيخطوا أنا إحنا بالذات الأكاديميين الناس زينا زول عندك دكتوراه زول باحث استاذ ما عارف شنو الافتراض بتاع المجتمع الاكسبكتيشن بتاعه منك انك انت ما بتغلط انت عارف كل شيء وده افتراض مهلك ما صحيح بيخلي الزول هاي بيخلي الزول ما عايش انت حياتك طبيعيه انت عايش سوبرمان دائما ولا سوبر وومن ولا مطلوب اصلا يعني بالذات في حته الاول ما مطلوب يعني بالصوره اللي الناس مفتكراها يعني بالضبط يعني النكته دي بتاعت قال لها اظنك انت 75 وما عارف 2 سيجنال 2 ما عارف شنو دي بتكون منطبقه على ناس كتار جدا جدا انا متاكد من الكلام ده تماما يا اخي دي لغه ما في مشكله انا قدرت بعرفه ما في مشكله لكن الرغبه بتاعت انه الزول يتعلم ويبذل جهد هي المهمه انا في حاجه ثانيه اذكرها برضه يا ساره ذكرتها في بدايه الايام بتاعت النادي انا قريت في كوريا الجنوبيه 7 سنوات ما بين ماجستير لدكتوراه زملائنا الكوريين عندهم امتحان اسمه TOEIC Test of English as a Communication Language ده زي التوفل زي الآيلتس عندهم امتحان كده من الشرق آسيا كلهم وهي طبعا كل الامتحانات دي عبارة عن بيزنس يعني الحكومة البريطانية عملت لها اسمها Product اسمه الآيلتس وبيتقدمه عبر المراكز المجالس الثقافية بتاعتها بيطلع منه في 10,000 مركز بتاع آيلتس بيمتحنوا أكثر من 1,000,000 نفر بيدخل لها أكثر من مليارات أيوة. منه أنا إحنا ممكن نعمل للغة العربية للغة النوبية السودانية للغة الفوراوية ممكن نعمل امتحان معياري والناس يجي يمتحنوا تدفع علينا لو عندك أنت ثقافة قوية وإعلام قوي الشاهد في الموضوع الامتحان بتاع التويك ده بيكون كل يوم آخر يوم أحد في الشهر تلقى الكوريين بيمتحنوا الناس ديل
كل شهر بيمتحنوه عشان دارين بيتر سكور. يعني الامتحان هو الفول مارك من 900 كل يوم أحد بيمتحنوه. الجايب 800 في الامتحان ده ما بيكون بيعرف يتكلم إنجليزي. فالاجتهاد ما بالضرورة إنه والله طوالي يترجم للحاجة اللي تدايرة. إنت أعمل الجزر عليك keep keep doing it مرة ومرتين وثلاثة حتصل إن شاء الله. إن شاء الله يا أبو فغا يا أستاذ سارة. صحيح. نسمع التاج وده برضو له فترة طويلة رافعيته. إنتي بالمناسبة ممكن تعمل ميوت في كورس يا أستاذ سارة. عبد الله يا عبد الله وبعده هناي. في تاج وده برضو يا دكتور له فترة طويلة جد أظن من أول السيشن هو رافع يده. اليد بتكون مرفوعة بالترتيب. خلاص مدام بالترتيب نمشي بالترتيب. هاي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. عليكم السلام. أنا سعيد جدا بوجودي مع قامات يعني في المجتمع السوداني وناس عندهم يعني بجد يعني فكرة. أنا أول مرة أكون معكم. أنا ما مشارك أصلا في الإنجليش كلاب صراحة, والفكرة عجبتني جدا تعلم اللغة الإنجليزية. أي زول يعني بيبحث إنه يتعلم اللغة الإنجليزية وفي مشاكل وفي حاجات كثيرة بتواجه الناس. طيب انا بديت اتكلم قبل ما اعرف نفسي. انا عبد الله الطيب, انا معلم في واحد من الانترناشونال سكولز. قصتي بدت مع اللغه الانجليزيه. انا ابدا ما خريج بتاع التربيه ولا خريج اداب لغه انجليزيه. الفيلد بتاعي بيختلف كومبليتلي ديفرنت من اللانجويج. قصتي بدت مع اللغه الانجليزيه انه انا ستارتد فروم ذا سكراتش. بديت اتعلم اللغه الانجليزيه كل السورسز ما خليت كل السورسز تيل اي بيكام ا تيشر الحمد لله. انا ام ستيل ليرنينج يعني من الدكتورز. عندنا دكتور ساره والهوست بتاع الميتنج برضو اول مره انا اشوف او اول مره اشارك في الميتنج ده صراحه عشان استفيد واسمع من قبل بسمع على كميه من الاراء. واحده من البوينتس اللي لفتت انتباهي اللي هي الخوف من انك انت تعمل ميستيكس او الخوف من انك انت واجهتني كمية من الناس بيتكلموا عن إنه أنا خايف أتكلم, أنا حاغلط لو اتكلمت. اللي هو الـ inner voice بتاعهم, صوتهم الداخلي بيحلم إنه يا أخي ما تتكلم لو اتكلمت حتغلط. أنا بوجه أي زول أو بقول كنصيحة لنفسي ولكل زول إنه أنت بتتعلم من أخطائك. في قاعدة ثابتة كان عندنا واحد من الـ British teachers كان بيقول لنا the more mistakes you make, the good learner you are. فبجد المبادرة بتاعتكم مبادرة جميلة جدا ونتمنى كلنا نستفيد منها. وزي ما قلتوا برضو في ناس بتبحث انه تمارس اللغة بتاعتها, وفي ناس بتبحث انه تتطور, وفي ناس بيكونوا هم بالجد advanced, بيكون حتى زيكم يعني بيكون عندهم الدكتوراه وبيكونوا they are willing to help people. يعني دي بجد مبادرة جميلة جدا. أنا كانت تخصصي في تدريس في واحد من الانستيتيوتس. كنت بدرس في professionals center. قبل كده كنت في الECC. واجهوني كمية من الشباب السودانيين في نقطة بتاعت انه انا كيف اكتسب accent different accent, كيف انا اتكلم باكسنت غير. ففي نقطة الاكسنت دي انا بفتكرها هي دي اخر المراحل اللغوية, لانه اي زول بيتميز باكسنت الخاص بتاعه his own accent or her own accent يعني. فبجد انا بتمنى انه انا واصل معاكم في الانجليش كلب. يعني it seems that and it's obvious that انه يعني انتوا اكثر خبرة وما شاء الله المبادرة جميلة جدا. That's all يعني. فبس بسأل من نقطة بتاعت استخدام الابليكيشن الزوم اللي هو فيه انه هو كيف انك يكون عندك جروب واحد في نفس الوقت تكون في different rooms in one room in one big room. معلش بس السؤال تاني انا ما انتبهت للسؤال. اي بس you can divide الناس يعني بس لو عندك brainstorming sessions و
كله ثلاثة أربعة هيتكلم في موضوع مختلف. هنا زوم عنده الإمكانية بتاعت إنه أقوم أنا أعين واحد اثنين ثلاثة ديل يمشوا حتة براهم يتناقشوا في موضوع لمدة خمسة دقائق. Concurrently في نفس الوقت تاني أربعة خمسة ستة ديل يمشوا يتكلموا في موضوع مختلف. فبتنفع في brainstorming sessions، تنفع في عند اللغة، حاجة زي دي ممكن تنفع يعني إنه كم نفر يتكلموا مع بعض. أوريكم waiting room. الآن waiting room تاجو تاجو أوكي دي حاجات تكنيكال كده خليها سي تاجو بس تاجو خليه يتكلم بعد ذاك بعد ما ينتهوا من الكلام كله ممكن أوريكم الحياة في العمل كيف تاجو سامع أستاذ سارة رأيتي؟ لا هو عامل برضو ميوت للميكروفون يعني أميوت المايك بتاعك عامل له أميوت انتي انت لانك انت هوست كو هوست وممكن تعمل له أميوت لانه شكلكم هيستخدموا زوم بعد كده ولا شنو أستاذ؟ ألو هلا السلام عليكم عليكم السلام الرابع وجيه الله يخليك يا دكتور الله يخليك انا تجسير محمد صراحه يا اخي انا في موضوع اللغه ده سبب لي عقده كبيره جدا جدا وانا بدأت في موضوع اللغه ده من بدري شديد من 2006 ونحن ممتحنين شهاده الاساس يعني انا خريج هندسه ميكانيكا 2015 وشغال في مجالي لي 4 سنة او تقول 3 سنة مرات بحس بانه انا والله في الموضوع بتاع اللغه الانجليزيه فيما يخص المجال مرات بيجيني احساس كده اني انا زوم خطير شديد فيما يخص المجال بس كمصطلحات يعني مصطلحات هندسيه مصطلحات ميكانيكيه مصطلحات فنيه بحس باني خطير جدا جدا واني انا مسيف او حافظ مجموعه من الكلمات ومجموعه من الاشياء والحاجات اللي بتخص التخصص بجي في الحياة العامة أو في المجتمع بحس بأني أنا زيرو كبير جداً جداً فيما يخص اللغة الإنجليزية يعني الحاجة دي سببت لي عقدة كبيرة مع أنه أنا بدأت في الموضوع بتاع التعليم بتاع اللغة الإنجليزية ده من 2006 من زمان المعاهد بتاع تعلم اللغة الإنجليزية وتاني جات النادي بتاع الـ ECC والمعاهد فالحاجة دي ككلمات وكمصطلحات بحس بأني أنا يعني عندي كميه من الفوكابلري يعني لكن ما قادر اربطها مع بعض ما قادر اتكلم ما قادر القى بيها مثلا امارس معاها اللغه ما قادر الكلمات او المصطلحات كلها احتويها واربطها في جمل محدده عشان انا اقدر انمي واطور من اللغه بتاعتي بحيث انه الحاجه دي تعمل لي سبورت ذاته في اذا كان في المهنه اذا كان في الحياه اذا كان في انه اقدر اقدم لمنح برا أقدر أمشي مؤتمرات برا أقدر يعني الواحد يطور بها حياته ويطور بها نفسه ويطور بها رجل. الحاجة العاملة لي عقدة كبيرة جدا جدا فأنا من خلال النادي ده وبقدم مناشدة للدكتورة سارة يعني قلت هي الأستاذة بتاعكم وبعدها للدكتور أنور يعني أقول كده كويس أقدم مناشدة أنها يعني أول أنا مركز تمام من قبل قاعد مستمع بس مركز في التفاصيل كلها فداير داير داير اول حاجه يعني تدخلوا فينا وتعززوا فينا الثقه والثقافه بتاعت انه يعني انا اقدر اتكلم وما اخاف ولا اتردد ولا تهتز الصيغه يعني انا ممكن اكون زول اقدر اتكلم بكل طلاقه وبكل كده يعني الحاجه الثانيه دايرين خطوات تكون عمليه وخطوات تكون هي ممكن تجيب نتائج سريعه بحيث انه انا اقدر فعلا اقوي اللغه بتاعتي يعني انا صراحه خشيت مجموعه من المواقع الالكترونيه بتخص تعليم اللغه الانجليزيه على اليوتيوب مجموعه من القنوات على الفيسبوك مجموعه من الصفحات والجروبات عشان بيقول لك انه هي الحاجه اللي ممكن تطور نفسك وتعلم اللغه الانجليزيه صراحه ما قاعد احس
بانه في بالنسبه لي انا شخصيا ما بحس بانه والله في تطور ملحوظ او بحس باني انا والله بجيت زول مثلا في ليفل 1 مشيت ليفل 2 وسيري وهكذا، لا بحس باني انا والله قاعد في نفس النقطه ما اتقدمت فيها ولا خطوه. في نفس الوقت بحس بانه زي ما قلت لك بحس بانه والله انا زول كويس، يعني مثلا من اس حاليا في الكلب ده لامين انت يا دكتور تتكلم بالانجليزي تعمل كم مصطلحات بكون انا ابديت معك بكون واقف معك جدا جدا وبكون فاهم انك انت بتقول في شنو. لكن اول ما اجي للمجتمع برا اول ما اجي لموضوع مثلا باللغه الانجليزيه بحس باني كانه الحاجه دي غريبه بالنسبه لي اول مره اسمعها. فالحاجه دي ما عارف هي عندها علاقه مع صيغتنا في نفسنا، عندها علاقه بانه نحن ما قادرين نسيب الكلمات دي كويس في عقولنا، عندنا علاقه بانه نحن ما مواكبين في انه احنا يومي مثلا نسمع يومي نقرا يومي نطلع يومي شنو. فالحاجات دي يعني دايره جهد منكم وجهد مننا. والبرضو النقطه الاخيره الدايره برضو فيما يخص الانجليزي اللي هو المهني حقنا، برضو انا داير كيف اني انا حتى على ابسط الاحوال اني انا اقدر اتكلم فيما يخص مهنتي بس، يعني دي دايره برضو لو جيت اصل المرحله دي بطريقه بروبر حبه فبكون بحس بان انا فعلا عملت انجاز كبير جدا. يعني انا شاكر الفرصه دي وان شاء الله يا اخي ربنا يوفقكم وربنا يجعلكم سند وعضد لكل ذول عشمان فيكم وكل ذول محتاج بانه يقدم نفسه ويطور نفسه ونقدر كلنا نقدر بالحاجه دي نطور بلدنا والمحتاج علينا وننوي يعني ننمي انه لسه البلد راجعنا شديد. صراحة فخورين بك كل الفخر يا دكتور من أيام اعتصام القيادة العام ورمضان لقيناك وتوسمنا فيه خير كبير يعني، وإن شاء الله تكون عند حسن ظننا وعند حسن ظن البلد كلها يعني. وكذلك دكتور سارة أنا يعني أول مرة صراحة ألاقيها لكن حاسس بأن هي برضو ممكن تقدم خير كثير وممكن تفيدنا كثير وممكن هي يعني يكون لها باع كبير فهم إحنا نقدر ننمي نفسنا ونطور نفسنا ومش في الإنجليزي بس، الإنجليزي هو بوابة لأنه نحن نمشي لعلوم كثيرة ونطور نفسنا في حاجات كثيرة يعني. شاكر جدا للفرصة دي وإن شاء الله في ميزان الحسنات إن شاء الله. إن شاء الله هذا يسر يوم كده تجي شفت الكلام الرصيد ده كله بالإنجليزي كده من غير ما تشيل نفس ذاته. ها؟ الله يديك العافية يا ربي كتر خيرك يعني. إن شاء الله يا رب. سارة؟ ريا سلام وعدالة يا تاج. قدام. سارة رافع يدها سارة. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. صراحة أنا عندي بس إضافة صغيرونة كده. أول حاجة بعد السلام دكتور أنور والأستاذ سارة وكل المشاركين والمستمعين. حقيقي الكلب ده يعني إضافة كبيرة جداً لنا كلنا، وزي ما دائماً بقول لي دكتور سارة يعني we can't thank you enough صراحة، وإن شاء الله ربنا يجزيك خير لأنه العمل بتعمليه ده عمل خير عظيم يعني إن شاء الله في ميزان حسنات. رجوعاً للفكرة بتاعت عبد الرحمن أعتقد هو المشاركين هنا، فأنا شخصياً بشوف العكس يعني هو اقترح إنه نحنا مفروض نزيد المسافة أو الفترة بتاعت كل مشارك إنه يتكلم. فأنا شايفة إنه الكلب دي كده بيرفكت بطريقته دي لأنه نحن في أثناء ما نحن نتكلم نحن ما بس يعني الهدف ما إنه نحن نحسن السبيكينج فقط، أي نعم هو السبيكينج بالنسبة لنا احتمال يكون البيج بروبلم لنا نحن كلنا، لكن نحن بننمي يعني مهارة السبيكينج ومهارة الليسنينج والاكتف ليسنينج مينلي لما انت تستمع للطرف الاخر و بتتعلم يعني حاجات كثيره منه، تتعلم هاو تو بيلد نيو ايديز هاو تو جنريت ايديز، فنحن بنستفيد من بعض صراحه. فممكن الواحد يكون بيفكر في موضوع من منظور معين فلما تستمع للاخرين بتحاول تسينك يعني من different perspectives أو من منظور آخر، فممكن برضو تغير رأيك في موضوع معين، ممكن تصحح معلومة،
فما بس انك انت بس you need to شنو improve the speaking فقط. نحن هنا بنعلم كمية من السكيلز يعني حتى لو نحن ما شعرين بها، لكن أثناء وجودنا مع بعض بيكون في في استفادة كبيرة جدا. فنهاية الكلب الواحد بحس إنه يستفاد كثير، وبمرور الزمن أنت بتحس فعلا إنك تتحسنت في الإنجليزي عامة. فنحن والله الحمد لله تعلمنا كثير جدا صراحة من الكلب ده، وأنا بنصح كل المهتمين باللغة الإنجليزية إنهم انضموا معنا للكلب ده. وهو فيه زي ما قلت لك يعني active learning، يعني ما بس إنك إنت نحن طبعا used إنه نتعلم passively اللي هو نحن في دراساتنا حتى لو كانت الجامعة بالإنجليزي نحن تعلمنا، لكن ما مستفيدين من الإنجليزي لأنه نحن بس بنسمع، بنستمع للليكشرر، بنستمع للتيوتر، وأي نعم بنكون عندنا vocabulary كبير، بنكون فاهمين، بنقدر to understand، لكن at the same time ما بنقدر إنه يعني نتكلم أو كده. فعندنا تقريبا يعني معظم السودانيين عندهم مشكلة في السبيكينج. فإن شاء الله الكلب ده يعني بيصلح كتير، وأنا شخصيا اللي استفدته من الجروب ده في خلال شهرين يعني صراحة والله ما لقيته في البلد دي طوالة الفترة اللي أنا قاعدة فيها. فشكرا لكم كتير أستاذة سارة ودكتور أنور، جزاكم الله خيرا. شكرا لك يا سارة. شكرا سارة، طبعا هي قاعدة في UK يعني، بس ده برضو للناس اللي قاعدين في السودان يعني بيفتكروا انه they are missing something. برضو هي يعني ام مشغولة وما في contact يعني مع الخواجات، ما هو انت حتى لو قاعد هناك ما بالضرورة يعني تلقى زول to contact with. رغم انها قاعدة في بلاد الخواجات نفسهم، لكن كانت برضو محتاجة انها تمارس على الاقل في بيئة تكون امنة يعني. نعم. فالكلب افتكر اداها الفرصه دي يعني. هذه حاجه ممتازه جدا يعني. انا كبير في واحد ذكر كان تجربته مع جوتا، واحد جوتا برضه قال لي ذكر انه عندنا يا اخوانا نادي بتاع لغه المانيه والمدربه استاذه الخنساء الضي، هي استاذه مع جوتا برضه قاعده تدي الناس سيشن بتاع لغه المانيه كل يوم خميس. يعني احنا اللغه الانجليزيه كل ايام الاسبوع الا الخميس والجمعه، اللغه المسنوده الالمانيه يوم الخميس بس. فالناس برضو تكون مركزه مع الموضوع ده ان شاء الله. بشرى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا والله سعيد جدا اني اكون معاكم. انا حقيقه جيت ماري صدفه، ورب صدفه خير من الف موعد، ووجدت اللايف. أنا interested في إنه أنا to improve my English language. الشيء لفت انتباهي يعني لمست جدية واضحة جدا في النقاش الدائر. قبل ما أتكلم أنا هعرف نفسي، أنا بشرى حامد الصادق، تخرجت من جامعة جوبا كلية الموارد الطبيعية والدراسات البيئية، متخصص في الدراسات البيئية، وطالب ماجستير في جامعة الخرطوم في معهد الدراسات البيئية، مقيم في مملكة البحرين، شغال مدرس. ففي البداية يعني داير أثمن المبادرة بتاعتكم دي صراحة، مجهود جبار وفعال في نفس الوقت. فمن هنا الواحد بيرسل صوت شكر كبير جدا لإدارة المجموعة. أنا طبعا عضو جديد زي ما قلت لكم، جابتني الصدفة المحضة يعني. يعني تحية كبيرة لأستاذة سارة ولدكتور أنور، شايف دكتور أنور مصير عليه إنه يكون الترتيب. هاي لا عشان ندي الحق لأهله بس. خلاص نحن نقول ladies first. لا لأنه تعرف المجموعة تبع سست. أيوة مهم. أي نعم مهم، أنا أسستها. أنا متفق. لكن متفق معك في. قايمة على يعني جهود بتاعت كمية بتاعت جنود مجهولين. الأنشطة دي كلها قايمة على الجهود بتاع الشباب وناس وكده وبتاع. فلما الناس بتقوم بتشكرنا أنا ده. ما بحس انه الكلام ده ما صح، this is not right. لازم الناس اللي ياخذوا الكريديت بتاعهم بيستحقوا. سارة دي انا والله ده من كرم اصلك واخلاقك، لانه كونك تحفظ حقوق زملائك الادبيه ده شيء ما سهل. فكتر خيرك يعني. فانا زي ما قلت لكم يعني يا جماعه، حتى والله انا عندي مشوار خليته
لانه حسيت انه الموضوع ده انترستد شديد جدا جدا. وبرنامج الزوم ده it is first time for me to use it يعني ما استخدمته قبل كده خالص, فقلت خلاص انا اي ويل تراي يعني. فقعدت وعملت داونلود للبرنامج وخشيت الميتنج لاول مره يعني حتى ما عارف. وبرضه بحيي اعضاء المجموعه الاجتماع الموجودين كلهم. فما كنت بستخدم زوم قبل كده, اول مره استخدمه. ويعني عارف سامع عنه في ميتنج, لكن انا هنا عندي لانه في نافذه تعليميه بنشتغل بها عن بعد غير البرنامج ده, فما وجدت صعوبه في انه اشترك معاكم. بالنسبه للموضوع بتاع اللغه الانجليزيه, انا عايز اقول انه اللغه الانجليزيه هي بقت متطلب بتاع حياه يعني, ما شرط انها للاكاديميين او لغيرهم يعني. لكن انت اذا داير تعرف الحاصل شنو في الدنيا, اذا داير تقرا تقرير, الحاجات دي كلها بتطلع باللغه الانجليزيه في البدايه, حتى بعد ذلك بيحصل لها ترانسليشن للعربيه مثلا. فانت لما تكون ما عندك مهاره كافيه في انك انت, والموضوع ما صعب. انا هسي بتكلم معاكم وانه انا ما عارف نفسي فيها تو محطه, ما عندي الرهبه بتاعت انه انا بخاف من انه to present anything in English language. يعني عندي confidence كده, ما عارف ربنا اداني ليها. بخش وبقدم الحاجه اللي بعرفها, ما عندي مشكله في انه انا اخطئ قدام اي من كان, طالما انه الحاجه دي هي خطا ما متعمد وخطا في اطار التعليم, لانه العمليه التعليميه التعلميه دي هي عمليه مستمره. حتى لو انت بي اتش دي هولدر انت لازلت بتتعلم من الحياه باستمرار. انا نحن فمحتاجين يعني محتاجين نعرف المهدي للحد من المهدي للحد, محتاجين نتعلم. والله بشرى سعيدين جدا جدا, قلت انت جيت مره كده بالصدفه. انا والله جابتني الصدفه عشان كده يعني كنت ما حلقاكم لو كنت في اي تطبيق ثاني. فانا يعني قاعد استغل معلومات بحكم اني انا قاعد برا, بستغل معلومات البلد من ال تمام وسائل التواصل الاجتماعي, بتنقل بين تويتر فيسبوك كده. ففي فيسبوك جيت لقيتكم, وصراحة يعني شاكر لكم جدا. كل يوم من 3 to 5 بتوقيت السودان, سأسار إلا الخميس والجمعة سأسار يعني. بالنسبة للموضوع اللي انت ذكرت نقطة مهمة جدا احنا ما اضطرناها سأسار, اللي هي بتاعت انا ما اعرف نفسي فيها تو ليفل في assessment test. يعني في امتحانات تاع التقييم الزول بيقدر يحدد منها المستوى بتاعه. you can do it يعني self assessing, تخش جوا الموقع بيقوم بي يعني interact, مش كده سأسار؟ صحيح هي, لكن برضو هي طبعا في النهاية انت عايز تصل لياته مستوى. حتى انت ذكرت مثلا زي تجربة الكوريين, يعني انت ممكن تعمل الاسسمنت ده تجيب درجة عالية, لكن بينك وبين نفسك انت حاسس انك يعني ما مالك مثلا نصية اللغة وما بتقدر تتكلم بارتياح او كده. في النهاية انت بتحدد انت عايز شنو, عايز تصل وين. يعني اذا انت مرتاح في الحتة اللي انت فيها تمام. حاجة انا دار اتأكد منها بالمناسبة, ما اعرف انا كنت ولا ما كنت, الجندر بصورة عامة النساء عندهم المقدرة على اكتساب اللغة أحسن من الرجال, يعني linguistic skills صحيح ولا لا؟ أنا ما عندي إحصائيات دقيقة يعني, لكن أنا شفت مثلاً زملائنا القروا معانا مثلاً في أداب, في ناس جو ما عندهم لغة خالص يعني, وقدروا لما يتخرجوا درجات عالية, وفي منهم اللي اشتغل مترجم, في منهم الموجود في الخارجية. فأنا شفتها حق طلبتي يعني في السودان, كنت بقري أولاد وبنات يعني كان عندي أولاد شاطرين يعني. ما أعرف والله هل المسألة دي علميا حقيقة ولا لا. والله أنا في شوف يعني إقبال يعني اكتسبت اللغة يعني شي بيكت أب بسرعة يعني أسرع عم بحسبها, أسرع من نفس الفترة. ما بتقدر تقارن طبعا طفل لطفل ولا هداية, لأنه كل زول عنده الكاركتر بتاعه وحاجاته مختلفة, لكن عمدا بحس انه دي احساس, this not science, لكن حاجة كده زي ما يقولوا شنو متداولة بصورة لحد ما شكلها حتبقى ترو يعني. طيب شكرا لك يا بشرى, من بكرة ان شاء الله اشوفك في الـ طيب الـ انا قبيل انت قبل ما غادر انا قبيل انت قلت ما تغادر يا زول, انت غادر مالك؟ لا مش قادر, قادر الفرصة بتاعت الكلام اوكي لكن ما بغادر الميتنج. اها ففي جروب قلت بتاع واتساب, ايوه دي يا ريت لو في لينك يترسل او حاجه على اساس انه نكون جزء من المجموعه. نعم. وبعدين انا النادي ما عارف عنه اي حاجه, انت قلت من 3 to 5 كل يوم. أيوة. ما عدا اللي هو 4 to 6 بتوقيت البحرين السعوديه تقريبا,
وفي أيوة. برنامج اسمه جو تو ميتنج، لكن اساسا احنا ويل ثينك سيريسلي اباوت الاوبشن بتاع زوم على اساس انه الناس يستخدم زوم. لو والله زوم كويس معاكم، لو في ناس عندهم اي ريزرفيشنز على انه والله ما اقدر اظهر صورتي ما اعرف شنو، بالذات الناس اللي في السعوديه انا بعرفهم كويس لانه درست في جامعه سنتين بدرس ما شفت لي طالبه واحده بانترنت كاميرا هناك الكاميرا دعايل لكم بعلو لك انت بتعرف يعني لو مركت كده بالشارع لقيت الزونه انت بتعرف دي طالبه لا سي الكلام ده تغير خلاص يعني في اللاين انت احنا عندنا هنا عادي عندنا يعني ميل ليكتشرز وبيجوا الفيميل كامبس وبكون قاعدين يعني مع الطالبات يعني. طيب فبشرى ممكن زوم ولا جو تو ميتنج الجروب بتاع الواتساب بتلقوه في بتوصلوا لكم ساره في المجموعه بتاعت اللغه الانجليزيه في مجموعه الفيسبوك هنا يعني حيكون في لينك بتاع أيوة. واتساب موجود يعني اللينك الجديد داخل منه يتاسل للزوم ميتنج ده فيه أيوة. لو انت في الكلام بتلقى فيه جروب الانجليزي اللي هو انجلش فور سكولرشيب فلما تخش جوا الجروب ده هناك الجروب ده اللينك ده انا لما دخلت عليه هو دخلني على الجروب اللي في الفيسبوك ما دخلني أيوة. على الجروب اللي في الواتساب جروب بتاع الفيسبوك اللي هو بتاع الانجليزي ايوه بس هنا جوا اي حاجه لها علاقه بالانجلش كلب والهنايدا من هناك انت وساسر بتوريكم المفروض الناس بشكل. خلاص تمام ان شاء الله ان شاء الله فرصه شاكر جدا للفرصه وكثر خيركم الله يديك العافيه طيب محمد كوري اصلا اتكلم قبل كده ممكن ندي فرصه للناس الثانيين ما بيتكلموا خالص هنمشي لمنى منى ارباب منى ارباب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه المايك علي صوتك يا منى اوكي تمام اي علي صوتك كده تمام كده كويس ايوه مساء الخير عليكم كلكم يعني مجهود جبار ما شاء الله تبارك الله في ميزان حسناتكم بس أنا في حاجات كثيرة كنت عايز أقولها قالوها الناس القدامي يمكن أنا برضو من مواليد مش من مواليد عشت في السعودية وقراية ناس السعودية بالعكس أكاديمية كنت شاطرة شديد لأنه أمي ما كان مقصرة معنا بس يمكن كانت المشكلة وين هي قراية السودان البريتش أكسنت وإحنا بناخد بالأمريكان أكسنت دي كانت عقبة في إنه نحن نوصل المعلومة لبعض أو حتى في المدرسة يعني سببت لي مشكلة مع معلمة خلت لي عقدة نفسية لفترة طويلة شديدة إنه أنا صححت حاجة هي قالتها هي ما اتقبلت خلتها تطردني من الفصل ومشكلة وقصة كده يعني ففي الجامعة الحمد لله ما قصروا معانا بالعكس أكاديميا أنا شايفة نفسي كويسة شديد والمشكلة إنه دائما الإنجليزي بتاعنا كان في الأكاديمي بنطلع برزنتيشن لما قلنا بس وقدمنا كنا كويس بالعكس أنا بشوف إنه ربنا حباني بنقطتين الحمد لله بخلص في عملي شديد وبعرف أوصل المعلومة كويس فعشان أستغل النقطة دي في إنه أنا قاعدة في البيت وعايزة أتعلم إنجليزي وما لاقي زول مارس معاه فكنت أوكي بدخل تطبيقات بس ما بقيت أدرس بنات السعوديين اللي حوالينا to practice my English يعني وأشوف الجرامر بتاعتي فبضطر أقوم أحضر الدرس أمسك البنات دير أشرح لهم لتونس ونس ونستين كل أسبوعين بنعمل ريفيجن لتونس بالكلمات اللي أخذناها ونطبقها مع بعض طيب عشان أربط نفسي قريت أو سمعت إنه أنت ممكن تحفز نفسك بلغة تانية لو أنت الإنجليزي ده حاس إنه معك عندك في مشكلة وما قادر أواصل فيه فعلاً عملت النقطة دي بديت باللغة التركية لأنه المحيط اللي حواليني كله بجيته داخل مرقة بس مع اللغة التركية في أضاني فبجيت شنو؟ أخديها لما أجي أكتبها ما بكتبها قصادة بالعربي بكتب ده يعني شنو بالإنجليزي عشان أكون ربطة إنه أنا أتعلم اللغتين في نفس الزمن أفهمه سوا ما خلاص من العربي أنا فهمه جات الانتديت الريستنج إنه أنا أتعلم الألمانية وبدأت سبحان الله قبال الكلاب بتاع الألمانية وكنت ماشي كويس برضو ربطتها بالإنجليزي فدي خدمتني كتير فإن شاء الله حواصل معاكم لأنه يهداب كده ممكن أكون حلقة ناس أخذ معاه مواضيع كبيرة ما حاجات مثلاً حق الأطفال غير أنه عندي أطفال إن شاء الله تبارك الله بيتكلم إنجليزي فده I will be practice with them
ويا دكتورة سارة شكرا لك. I promise you will be proud of me. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله كلكم. وأنا دكتور أنور أنا مستعدة لأي خدمة أنا ممكن أعملها لكم ولجروب السودانيز ريسيرشال إنيشيتيف يعني. الفرنسي صح؟ كل سلوك. آه؟ الفرنسي؟ كيف بالفرنسي؟ مالو دي المحطة الجاية بعد الألماني إن شاء الله. كويس. أنا إحنا برضو عندنا أستاذة بالمناسبة في السعودية في الخبر برضو قالت هتقدم هتعمل نادي بتاع لغة فرنسية، قاعدة تتكلم مع شباب عندهم حاجة اسمها الهانجول كلوب اللي هي اللغة الكورية، وعندنا واحد من المشرفين بتوع الباحثين السودانيين عمل الماجستير في تركيا اسمه دبي برضو هيعمل نادي اللغة التركية. فنحن بنحاول انه يا شباب تكون الحاجات دي شغالة بصورة يومية، اللي عنده رغبة في التركي في الانجليزي في الفرنسي في الالماني كل الناس تكون بتتعلم بيجاه هنا ده الريسيرش ميثودولوجي والمحاضرات والحاجات يعني ده الفايبريشن المطلوب يا اخوان عشان نقدر نحصل الامم دي فاتتنا احنا قاعدين ورا شديد يعني لازم نقدر نتعامل مع بعض وننجز مع بعض غير كده ما بنمشي لقدام لازم نتعاون باذن الله يد بيد كلنا بنوصل مع بعض ان شاء الله باذن الله. الله يكرمك شكرا جزيلا شكرا لكم جدا جزاكم الله خير. حسام كان رافع يده، حسام ده لأنه أنا عزمته الهناي وهو موجود حسام لكن فجأة كده نزل يده ما عارف الحظ شنو. كابتن حسام كاشف دكتور أبقى مارق يا أخوي. السلام ورحمة الله. ورينا الكباتن ديل يا أخي معاكم كابتن مينو من نيويورك لفرنسا ورينا الحاصل. السلام عليكم ورحمة الله دكتور أنور شكرا جزيلا للاستضافة يا أخي يعطيك العافية ودكتور سارة شرفت بمعرفتك في البرنامج وسلام عليكم جميعا للحضور. والله يا أنور يعني ما عهدناك إلا دائما رجل نشط ما شاء الله وربنا يوفقك ويجعل الخير في طريقك يعني التعليم نعمة للجميع. أنا أخش في الموضوع عشان ما أخذ زمن الناس كنت بحاول ألخص ملاحظات بسيطة. تبع كابتن أول مرة طبعا بالنسبة لي أقدم نفسي سريع كده يعني أنا حسام كاشف حاليا مقيم في دولة قطر يعني تنقلت كثير ما قعدت في السودان كثير حقيقة ودرست في الولايات المتحدة أنا طيار كابتن طيار وإداري في نفس الوقت ومدرب رحلتي مع اللغة الإنجليزية بحكم المهنة أو بحكم الدراسة الأولية بدت من المدرسة يعني. وكنت محظوظ وفورشنت إناف إنه من المدرسة أقدر أتكلم وأدرس وأخاطب وأقدم الإنجليزي. وبعد ذلك دخلت مهنة الدولة اللي كنت فيها طبعاً أمريكا وقبل أنور أو أفتكر في واحد قال لي حاجة جميلة جداً قبل إنه الدكتورة أفتكر قالت المحيط اللي أنت قاعد فيه لا يعني إنك أنت هتتعلم لو ما أنت دمجت نفسك فيه لأن أنا كنت بعرف جزء كبير من السودانيين هناك ومن أهم الحلفاوين ديل ما بيعرف يتكلم لغة إنجليزية بيرطب وبيمشي أموره وفي جزء منه بيتكلم إنجليزي وما بيتكلم عربي طبعا. فالولايات المتحدة رجعت منها من هناك باللغة الإنجليزية إضافة للي درسته وبعد ذاك المهنة علمتني يعني جودة التخاطب. فأنا كنت بس أبدأ نقاط سريعة كده لأنه أول مرة أشارك ما داير أخذ كثير. الاقتراح قبيل أول حاجة بتاع الزمن أعتقد فعلا الزمن أنا بوافق السيرفي ممكن يكون يحل المشكلة وأجرب الواتساب أفتكر ممكن نتناقش فيه والحاجة دي. الحاجة الثانية طبعا اللي هي بما أنه إحنا بنتكلم عن اللغة واللغة هي وسيلة من وسائل التخاطب غير الوسائل الأخرى فأنا شايف معظم الكلام كان عن وفي اللغة طبعا في read write and speak فأنا شايف إحنا معظم الوقت قاعدين نتكلم عن المخاطبة ولاحظت إنه معظم الحضور هم برضو من السودان ومهتمين جدا يعني الناس المهتمين الشباب والله في ما شاء الله أنا سمعت حياة جميلة يا أخي من الشباب والمبادرات ومعرفتي طبعا بالسودان والفترة اللي قعدت فيها عارف هي صعبة كيف إنه الواحد في السودان يكون مختلف ودي أعتقد يعني عقدة نفسية عندنا عموما بالنسبة للسودانيين ما بيحبوا يعني التحدي والتجربة بالنسبة لنا شوية كده فيها
بنختلف فيها ما بين الدول الغربية وحتى الدول الشرقية ذات. فأنا بس عندي اقتراحاتي بما إنه إحنا نتكلم عن المخاطبة أو المخاطبة إحنا جايين من باكراوندز مختلفة كلنا، فإحنا أكيد بنتكلم عن النون تكنيكال لانجويج اللي هي اللغة البسيطة يعني ما دارين أي يعني بتحس بتجي تلقى مثلا كل واحد في مجاله كطيارين ولا دكاترة ولا مهندسين لما نيجي يتكلم باللغة بتاعته اللغة اللي فيها مصطلحات بتخص عمله بيكون لغته جميلة الإنجليزية. أول ما يطلع منها ويمشي يتونس مع واحد برا إنجليزي أو يتونس مع واحد في قهوة ولا كده بتحس باختلاف. فده أول نقطة أقدر أتكلم عنها، إنه شايف التوجه هيكون معظم اللي هي عدم التخاطب بلغة العمل اللي هي باللغة البسيطة، ودي أجمل حاجة للتعليم. بما إنها هي نون تكنيكال فأنا أقترح يا دكتورة لو فتشتوا لأي ماتيريالز to promote the speaking، بما إن إحنا نتكلم عن spoken English، فلو لقيتوا أي materials to promote المخاطبة ذات اللغة المخاطبة. الحاجة الثانية لو أقدر أشارك يعني أدلو بدلوي في الكلام، إنه في أنا بلاحظ يعني عموما في two obstacles في بالنسبة للشباب والشابات وشباب للاثنين بالمناسبة for the two genders عشان ما الناس ما تضحك. ال obstacle الأول اللي هو بيكون psychological، عامل نفسي، وأنا أفتكر ده أول حاجة إحنا نبدأ بها أو عادة الناس تركز فيها العامل النفسي، لأن المحيط في السودان دائما بيكون يعني very challenging، فنفسيا الواحد بيكون عايش في حالة نفسية صعبة. فأفتكر في الجروب بتاعكم لما الناس تتونس مع بعض، يا ريت أنا متأكد طبعا أنت بتعمل الكلام أنا ما حضرت قبل كده، لكن بس داير يعني أركز بس على النقاط دي، إنه التشجيع مهم، وبإضافة للتشجيع الأبريزل كل ما الواحد خاطب كل ما يتكلم جاب حاجة يعني زي ما انت هتعمل لنا الكورس غالبا بتاع الرايتنج سكيلز ولا لا جيب من الاخر كده الرايتنج سكيلز احنا ما بنتكلم عن المخاطره ولا حاجه لا 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 الرايتنج انا طبعا الطيارين ديل والناس الاداريين ديل اكتر ناس بيظبطوا ايميلات في الدنيا يعني بيحنق الايميل بيحنق فيبقى لازم نشوف انك حاجه يعني. جدا يا انور عيون لك يا اخي انا انت عارف يعني ما بنرفض لك ولا اي حاجه ان شاء الله كلها لك وحلوه منك الطلب المباشر لايف ده فبقول شنو الاراده مهمه والتشجيع وبرضه اعتقد من فتره لفتره لانه الناس شكوا من قصر الزمن فأنا أفتكر لو كل مرة واحد بيجي بس يدوه كم دقيقة ويقوم يقول قصة يعني أو يدوه سؤال الآن قبل كده أتكلم في الأسئلة أسهل حاجة إنك تقعد تسأل وداك يجاوب أو العكس ما لازم الدكتورة تسأل الناس يسألوها تدي كل واحد فرصة فهي ما هي كلها مخاطبة في الآخر والأوبسيكلز الثانية اللي هي الفيزيكال السودان القاعدة في السودان السراوندينج بتاعك صعب شديد فإنت ممكن تعالجه بأصحاب في عنده نفس الانترست ممكن تعالجوا بأفلام تعالجوا بقصص الكلوب الحسي خاشين فوق الناس أنا أفتكر لو أنور لو في طريقة تقدر تجمج المبادرات الجميلة بتاعتك دي مثلا كل فترة تديهم ناس تأخذ لا عديل زي شغل بتاع المدارس يعني يأخذوا قصة يدرسوها أو يدروها سارة دي بتحدد في وفصة الإنجليزي أنا طيب ما مشكلة أنا بخاطب أنا ما أول مرة ما أعرف أتكلم معه لكن برضو أنت من بكرة تبقى ريجلر معاهم إن شاء الله على قدر الإمكان إن شاء الله أنت عارف أيوة الله يديك أنت عارف البيرو غطاء يعني وسام طبعا ممكن يمتعكم يعني الليلة يتكلم معاكم من الدوحة بكرة من نيويورك وبعد من سيول يعني بيظبطكم بيلفف فيكم شكرا لك يا حسام يا أنا أقول لك أنا بعاني نفس القصة مع بناتي مع أول شخص قبل يتكلم ذكرني لأنه الحمد لله عندي نفس المجموعة قاعدة معي في البيت هنا بعاني منهم بالعكس بعاني منهم في تعليم اللغة العربية لكن قاعد أتبع نفس الخطوات الحسي قاعد تتونس فوق قاعد فهي تعليم لغة في الآخر يعني تكتر الكلام تكتر المحيط اللي حوالينك وربنا يعينكم وحاجة أخيرة برضو أنا كنت داير برضو أقترح لأنه من حكم الشغل يعني مرات هو ترين ذا ترينر اكسرسايز والحاجات دي الريكوردينج جميل للشباب اللي ما عندهم ناس يتكلموا معاهم في السودان حاولوا سجلوا نفسكم بالتليفون حط التليفون ويتكلم ويفتح الموفي ويتكلم معاه
سارة دي يعني خدت الأدفايز يمكن زي 5 مرات يعني مما بدينا. أوكي أوكي خلاص. ما شاء الله عليك. الله يديك. أي سؤال أنا. الله يديك. شكرا يا نور شكرا. الله يكرمك شكرا لك يا شكرا شكرا لك شكرا. حقيقة في موضوع الستوري تيلينج ده إحنا تقريبا بنعمل حاجة زي كده شبيهة بكده، هو تختار موضوع والناس فعلا بتجهز الموضوع يعني. بيحط نظره حوالين الموضوع ده، فعلا الزول بيجينا وبيتكلم 4-5 دقائق عن الموضوع ده. مرات بنحاول نخلي المواضيع برضو شوية بيرسونال كده، شايف الناس برضو يكونوا متحمسين أكتر يعني على الكلام عن تجاربهم الشخصية أو أفكارهم مثلا عن المجتمع السوداني. ولا بعدين ذكر برضو مثلا في حتة بنات وكده، برضو أنا مع بناتي في موضوع يعني الثقافة السودانية خلينا نقول، كان تاريخ ولا غنى ولا حياة عادية وكده، برضو الاختراب بيخليهم يكون شوية مفصلين. فعندنا برضو قاعدة بعد من المغرب للعشاء أو يعني بعد المغرب كده، فأنا برضو I prepare for it يعني يوم نسمع وردي ونشوف يعني حبيته ما حبيته، حبيته ليه ما حبيته ليه، يوم نحكي حاجة في التاريخ يعني برضو بعمل حبة preparation كده عشان لما نجي نقعد ما نقعد نعين لبعض كده وإحنا ما عارفين نقول شنو يعني. وكل التعليم كله بياخد شكل واحد كده النهاية. الله يحفظكم ويحفظ ابنائكم وبناتكم. يا رب يحفظك. محمد مدسر. طيب يا اخواننا بعد محمد ان احنا الزمن بتاعنا هيبدا يتناقص، فالناس بتعمل تايم مانجمنت كويس على اساس نعمل كونكلوجن للسيشن. محمد او مدسر. طيب دكتورة غادة صديق، الجاهز فيكم تفضل. دكتورة غادة. اخوانا استاذ سارة حاليا مرحبا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. تفضل. مرحبا بك دكتور انور، شاكر ومقدر لك دكتور وكذلك لدكتورة سارة. اول مرة يعني انا اسمع ب الكلب على النادي الإنجليزي، لكن شاهدت كذا محاضرة في مجموعة الباحثين السودانيين لدكتور إلياس، كان شغل استفدت منه جدا بحكم أنه أنا طالب بتاع ماجستير، والأمر ده فادني جدا في النقطة يعني في نفس الوقت يعني، فكنت شاكر لكم كل الشكر يا دكتور أنور. سؤالي بسيط جدا ما دخلتي بزل دكتورة سارة، ما هي الخطوات العملية اللي ممكن أنا أتبعها لكي أحسن من مستواي في اللغة الإنجليزية؟ أنا الحين يعني دائماً بخش في المواقع الإلكترونية لكن بحس بالملل أو بحس بأنه دائماً واقف في نفس النقطة، ما خطيت خطوة للأمام، وفي نفس الوقت بتجيني يعني عندي الآن قدام كده ما عارف يعني في المستقبل كده بعد ما تروح جائحة كورونا دي، عندي النية أسافر أحد الدول الناطقة باللغة الإنجليزية في أفريقيا، يوغندا، كينيا أو نيجيريا، فما عارف هل تنصح إنه أواصل في معاهد هنا أو أونلاين ولا أمش؟ وشكرا جزيلا. حقيقة إحنا يعني لو أنت متابع معنا من البداية إحنا ذكرنا شوية حاجات أنت ممكن تعملها تساعدك في إنك تحسن اللغة، وإحنا ركزنا على السكيل تحت السبيكينج باعتبار معظم الناس اللي هنا عندهم فيها مشكلة وعايزين يصلحوها. حقيقة إذا أنت بتزهج برضو حتكون مشكلة، لأنه الموضوع ده طويل وبياخد زمن، عايز صبر، عايز اجتهاد. فجو ممكن نبدأ بالبيسكس يعني بتحت الجرامر والسنتنس استركشر، لكن برضو ما ياخد فيها زمن كتير يعني، بيحاول طوالي اللي تعلموا يطبقوا كتابة وكلاما. حكاية انك تسجل نفسك دي برضو مهمة، حتى لو انت ما حتقدر تصحح نفسك لكن على الاقل لما يعني يكون في بوز ولا يكون في كلمة بالانجليزي انت ما عارفة بالانجليزي بتمشي بتفتشها، المهم بتساعد كخطوة. وبرجع وبقول برضو انت تحاوط نفسك باللغة تماما، يعني هي ما قصة انه انت في السودان او برا السودان، يعني انت محتاج تحاوط نفسك باللغة، تسمع اللغة، تتكلم اللغة، حياتك كلها تكون يعني متمحورة حوالين اللغة يعني. انا نفسي وحتى ده برضو بقول للاعضاء الجروب يعني انا مستفيدة من الانجليش كلاب ده في انه انا برضو I practice the language عادة في الوقت ده من السنة بيكون السمر فاكيشن، بكون في السودان
كلام كله بالعربي. لما أرجع بعد الشهرين يعني بحتاج كده شنو نظام أذكر نفسي، بكون فترة طويلة أنا ما تكلمت اللغة، فهي محتاجة ممارسة مستمرة على أساس إنك أنت تقدر تصل يعني للمستوى اللي أنت عايزه. ممكن ترجع تاني لبداية التسجيل بعد تنتهي. أي هو لو في سؤال يعني يطرح قبل كده ولا بتاع فنعمل له باس لأنه الزمن بتاعنا ماشي، الناس بس ترجع عشان الفيديو بعدين بيكون فيه كلام مكرر في بدايته وفي نصه وفي نهايته. طيب طيب شكرا جزيلا، موفق ان شاء الله، يديك العافيه. الله يزدك العافيه. محمد يحيى، محمد يحيى محمد يحيى الصوت ما مسموع من عندك. راشد، راشد تفضل، لو يا سواري تفضل. مفروض تعمل له ان ميوت برضو راشد. تكلم لكن ما سامعني. ايوه كده تمام. شكرا لك يا انور. طبعا شكرا لك انور حبيبنا يا اخي. شكرا لك يا استاذه ساره. أنا طبعاً شهادتي في دكتور أنور مجروحة لأنه صديق شخصي من سنة 91، وشهادتي فيه مجروحة لأنه أنا شاهد على العصر. دكتور أنور من القلائل جداً جداً في السودان العمل ويب سايت في التسعينات. ويب سايت دي كان يعني حاجة كبيرة في الوقت ده، لأنه ما في زول بيعرف حتى ويب سايت معناه شنو. وحقيقة نشهد له في أنه وثق توثيق كبير للمكتبة السودانية، غير شغله الحسة. وأنا متابع على الأكتيفيتيز بتاعتك على مدى السنين الفاتت دي، ربنا يوفقك. وسعيد بمعرفتي الليلة بدكتورة سارة. بس بريفينج سريع عني، أنا راشد أنور، مهندس أوديو إنجينير أند ساوند بروديوسر، وأصلا مخلص، كنت إيركرافت إنجينير، مهندس طيران لفترة، واشتغلت في المجال لفترة وسبته، وحسة عملت أوديو إنجينيرينج and sound production اللي هي هندسة الصوت وإنتاج في عمر 40. أنا تعمدت إنه أدي يعني شوية خلفية عني عشان أوري إنه العمر ما مقياس. قبل 4 سنين أنا كان عمري 40 سنة، دخلت الجامعة مع طلبة عمرهم 18 سنة. حتى كان في الكلاس لما نقول الأعمار بقول عمري 40 بتخلعه، لأنه عارف شكلي ما بدي 40، لكن كنت حريص على انه اوريهم انه انا mature student وانه انا 40 وعندي my own experience my own life experience وانه انا ما جيت الجامعه دي يعني ساكي كيس زي ما بقولوا في السودان، جاي ومدردح. فساعدتني جدا جدا الدراسه هنا في استراليا انه اقوي لغتي اكثر، وتحديدا اتعصرت ايام الassignments والامتحانات وكذا، في انه كان challenge حقيقي انه انا بتنافس مع طلبه هم مولودين في البلد دي ومتربيين في البلد دي وعايشين في البلد دي ودي لغتهم، وانا زول جاي دخيل دارس بيت نفسي، دارس بتوجودي لنفسي بانه انا ما فاشل لانه هم اصغر مني، انا دبل عمرهم. فكان بالنسبه لي التشالنج دبل تشالنج في انه انا احاول اقطع شوط في 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 اللغه، وفي نفس الوقت احاول اتعلم الدراسه اللي انا بدرس فيها. باختصار شديد الخلاني اشارك الليله، انا متابع حاجاتك يا انور كلها طبعا، وراصدك رصد شديد جدا، لكن الخلاني اشارك الليله شعرت بانه انا لازم اساعد، لازم اقدم في الحاجه الجميله اللي قاعد تتعامل دي. انا اكتيفست وبحب الشغل وسط الكوميونتي ووسط الناس، وبحب اساعد بقدر ما بقدر. اليومين الفاتت دي الناس قاعده طبعا مركلسه في البيوت وما في شغل يعني في الكوميونتي لايف، في حاجات هنا وهناك، فشعرت بانه ده الكوميونتي الكبير بتاعي، حاجه زي اللي انتم بتعملوا فيها دي على الاقل في المجال اللي انا بعرفه، او على الاقل هنا في 2 شباب عندهم هم فروم انجينيرنج باك جراوند دي كان بيتكلموا، انا ممكن اساعد في الحاجات الريليتد بالانجينيرنج، لانه في حاجات كثيره كومون بتكون في الناس اللي بيقروا انجينيرنج، اذا بتقرا ميكانيكال ولا ايرونوتيكال ولا حتى احنا اللي قررنا عملنا اوديو انجينيرنج ساوند برودكشن، بيكون في
يعني مثلا في حاجات بسيطه اومز لو والقوانين تحت الكهرباء والقوانين القوانين تحت الداينامكس والحاجات دي بتلقاها مشتركه في 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 الدراسات دي كلها. فبقدر اقدمه وبقدر اساعده انه انا اعمل شير للريسورسز اللي عندي كلها مع الناس، واساعد اي زول في الفيلد بتاع الانجينيرنج بالحاجه اللي انا بقدر اساعده فيها، اوجهه في انه يعمل بحث كيف، يعمل سيرش كيف للحاجات كده. دي الحاجه اللي بقدر اساعد فيها. الحاجه الثانيه سريع جدا لطلبه استاذه ساره، في حسب جوجل ديكشنري لما تخط الكلمه تكتب اي كلمه مثلا ميكانيكال، وتخط ميكانيكال ديفينيشن، كلمه ديفينيشن جنبها في جوجل بيجيب لك الكلمه ذاتها وبيجيب لك معاها جمل، الكلمه بتكون داخله في جمل. دي حاجه مفيده جدا جدا للزول اللي عايز يتعلم انه، يعني في ناس كتار انا لاحظت انه عندهم كلمات لكن ما عارفين يركبوها في جمل، لانه في مشكله بتاعت جرامر انك تربط الكلمه دي مع الكلمه الثانيه كيف تدخلها في جمله. هنا انا عندي بنتين في المدرسه، واحده فيهم في سنه اولى، من سنه اولى من البري سكول هم بعلموهم اللي هو ده ما قبل المدرسه، بعلمهم ربط الجمل دي كيف مع بعض. احنا في السودان لانه اغلب الدراسه بالعربي بنفتقر للحاجه دي، لكن دي حاجه مفيده انه الواحد بس يعمل تشيك في جوجل في الدكشنري بيجيك معنى الكلمه وفي جمله، استعمل الجمله دي ذاتها واكشر بيها. ده اقترح حاجه للجروب بتاع الانجليش كلوب على قدر الناس اللي قاعدين في السودان، لو في طريقه انه يحصل لقاء شهري لايف يكون لو يتوفر بعد الكورونا دي ما تنتهي، او في زوم يقعدوا بس يتكلموا مع بعض عشان يكسروا الحاجز بتاع الحاجز النفسي بتاع الخجل. الطلبه دي لهم ذاته لما يقعدوا يعملوا براكتسز مع بعض ويتكلموا مع بعض ويتونسوا مع بعض، لما نيجي في السيشن الكبير مع الاستاذه هم بكونوا جاهزين اوريدي وبكونوا عملوا براكتسنج للحاجات اللي ادت لهم الاستاذه، ويعني بكون هو ذاته مهيئ نفسيا لانه لما نيجي للكلاس الكبير يكون قادر تبرفورم بشكل كويس. شكرا لك يا دكتور انور، ثاني ربنا يجزيك خير على حاجاتك. شكرا لدكتور ساره، الله يكرمك. عليك الله صور لنا كنجر يا اخي، خليه يكون يوم موضوع النادي والله جد استرالي سامعين بالكنجر ده ما شفنا كله. الكنجرو طبعا الكنجرو هو من الحيوانات النيتيف في استراليا، وهو استراليا مشهوره به لانه ما في اي حته ثانيه في العالم. ما قصدي الكنجرو والكوالا تدي سيلفي كده تجي النادي الانجليزي يكون ده الموضوع جدا 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 جدا، او الكوالا او باقي الحيوانات الثانيه برضه ممكن نتكلم عن حيوانات انا سمعت بها هنا يعني. تحياتي، شكرا لك يا دكتور انور، الله يديك العافيه، ربنا ان شاء الله يوصل ان شاء الله. ثانك يو سو ماتش. حقيقه وذكر نقطه جميله يعني حكايه انه يا البدايات المتأخرة يعني ما فيها مشكلة يا طالبة أنت ويلينج إنك تتعلم كده. الكلام اللي أنا بقوله تحديدا للرشيد، يعني الرشيد دايما عنده إحساس إنه هو ضيع زمن كده لأنه قرأ في الخرطوم شوية وبعدين قدم تركيا وبدأ تاني من أول وجديد طوالي. هو في حكاية أنا عمري لاحظ عمره 21 سنة ضيعت وقت طويل وبتاع بداية حياتك يعني. بالنسبة لهم 21 سنة دي يعني في عصر الانترنت دي مليون سنه كده يكون قاعد نفسه سيدنا نوح حسين الباغر. لكن اي اجري معك راشد از ان انسبيريشنال يعني بيرسون صراحه يعني. الباغر مرحبتين يا دكتور، السلام عليكم. مرحبا، وعليكم السلام والرحمه، الله يبارك فيك. انا دكتور الباقر حمزه، انا نفس كلام راشد ده برضو موضوع الفورتي ده لازم اقوله يعني عرفت كيف. ايوه، وتجربه المفروض الشباب الموجودين في الجروب كلهم يستفيدوا منها. نحن دخلنا السعوديه، انا مقيم في المملكه العربيه السعوديه في جامعه جده، ودخلنا على اساس انه احنا باتشلر ديجري، والان انا اسيستنت بروفيسور في جامعه في السعوديه يعني. فانت الكلتشر بتاعت الديجين دي شبابنا دي لازم يتعلموها لانه زمان ماتت فيهم يعني خلال ال 30 سنه اللي فاتت دي
الناس كانت محبطة جدا جدا وزي يعني زي ستوب ديجين كده يعني عرفتها. فلازم الناس تشد حيلة وتتساعد مع بعض. يعني أنا سعيد جدا بالجروب دي, هو جروب بتاع همم يعني صراحة. ده أنا أقترح تسموه جروب الهمة, يعني جروب رفع الهمة. ودكتور أنور يعني الناس مهما قالت ما بتوفيق حقك, يعني صراحة تتحدث عنك إنجازاتك ومشاركاتك والكونتريبيوشنز بتاعتك, يعني ربنا يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله. أنا حقيقة هتكلم في موضوعين رئيسيات. الأول الـ ESP يا دكتورة سارة, الـ English for Special Purposes, مدخل برضو لأنه يتعامل زي ما بقولوا جروب داخل الجروب بتاع النادي. أنا حقيقة الليلة أول مرة أسمع بالنادي, وزي أخونا بشرة جيت ماري كده مرور ساكت يعني عرفتها. فوالله أول مرة أسمع بالنادي دي, وسعيد جدا به. وأنا من الناس اللي عندي تجربة برضو مع اللغة الإنجليزية دي, تجربة مع CNN وتجربة مع نتفليكس. يعني صراحة دي حاجات كلها ممكن الناس خلال النادي تتعلمها وتشارك بخبراتها برضو فيها. الـ ESP اللي هو الإنجليش فور سبيشال بيربوسيس يا دكتورة بيساعدنا في إنه بندي أي زول الإنجليزي الدايره ولا شنو يا شباب؟ صحيح على أيوة حسب التخصص يعني. أيوة بندي زول الإنجليزي اللي بيفيده في الحاجة اللي هو دايره. يعني أنا مثلا أنا ليا برضو تقريبا زي 12 سنة أو 13 سنة في مجال الريسيرش. اكتشفت إنه يا دكتور أنور اللانجويش في الريسيرش هي ما موحدة بقدر ما إنها برضو نوع من اللغة يعني معين. اللغة بتاعت الريسيرش اللغة مختلفة ولا إيش يا دكتور؟ صحيح أيوة. يعني أنت بتحتاج تتكلم بطريقة, في بعض الأحيان في أكشوال, في بعض الأحيان أناليتيكال, في بعض الأحيان يعني عندها جوانب كثيرة جدا جدا. وبتحتاج لأنك أنت تعرف الإنجليزي بالطريقة اللي أنت محتاجة صراحة. فأنا انضميت دلوقتي للجروب بتاع النادي, ولو الناس محتاجة لأي حاجة في الحتة دي ممكن برضو الناس تشارك فيها أو صراحة نتساقف فيها قبل ما تبدأ كبرانش من النادي نفسه. نتساقف فيها أول حاجة نعرفها وبعد ذاك الناس تحدد يعني كيف تنفذها على مستوى النادي. في نقطة تانية أنا كاتبها هنا, دقيقة يا شباب. ممكن برضو نساعد في موضوع البحث العلمي بالذات بالنسبة للناس الميديكال يا شباب. الناس اللي في الميديكال برضو أي حاجة في البحث العلمي شايف. وأنا بالمناسبة مريت قبل كده على جروب حضرت فيه والدورات بتاعت الدكتور أياس جعفر بتاعت الإحصاء. statistical analysis. أيوة statistical analysis. هل تعلم إنه أنا الآن من الناس اللي بيتعاونوا مع الدكتور أياس تعاون مباشر في 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 data analysis؟ يعني قدرت أخش الميديا وأطلع اللينك بتاعه وطلع ريليتيف كمان بالمناسبة, مش ريليتيف كده هنا لكن طلع صديق عزيز يعني. عرفت كيف يا دكتور؟ ودي الحاجة المطلوبة اللي احنا بنحاول نعمل. أيوة. انه أيوة. بيلد يعني نتوركس اوف كولابوريشن, نقوي بعضنا كمجتمعات. بالضبط كده انا بفتكر انه المجموعة حققت يعني حققت الغرض دي. وكونك تكون لقيت واحد قبل 25 سنة وشكله يتغير لدرجة انك تحضر دورة كاملة ما تعرف مين هو, افتكر انه لا 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 احنا في الطريق الصحيح ولا شنو يا دكتور؟ والله فعلا في الطريق الصحيح. احنا في الطريق الصحيح وكتر خيركم كثير. وانا سعيد جدا بالمشاركة في النادي اول ما انضبيت اليوم, يعني وسعيد كمان بالمشاركه في الجروب بصفه عامه. كتر خيركم وشكرا جزيلا. الله يكرمك يا الله يجزاك. طيب دكتوره غاده دي جبير كان رافع يده وحصل لها ظاهر تكنيكال جليتش وطلعت برا. دكتوره غاده لو موجوده تعملي ان احنا هناخد بس المداخلتين الباقيات دي للاستاذ ساره, و يعني والكونكلود لانه عندنا ويبينار بعد ده عن سيكولوجية الزول السوداني. إن شاء الله متابعين معانا. بس يعني أنا جو تابعت الحلقة الأولى مش مع دكتور الثانية دي بس اللي بيها كتمات تقيلة. صحيح. إخصاء والإخصاء المضاد والعنصرية الله يستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة.
أستاذ أنوار، أستاذ سارة، وكل البارتيسيبان. السلام عليكم ورحمة الله. أشكركم جدا على الشانس. صراحة أولا أعرف نفسي، أنا غادة صديق عثمان، بشتغل في جامعة جازان المملكة العربية السعودية. طيب أنا دخلت صراحة مدخل شوية تقريبا، وسعيدة جدا بالمبادرة. بتمنى يعني الحل مشكلتنا أول، يعني أنا يعني لما دخلت على سنو دكتورة غادة الانترنت الصوت يعني breaking badly. غادة ودي لاحظتها طبعا بحكم عملنا هنا في المملكة، لأنه الاستاف طبعا دكتورة غادة سامعانا في الانديان وفي الناس في الفلبين المهم يعني. وأنا الحاجة اللي حاسة مش أنا الوحيد، يعني تقريبا معظم الأستاذ السودانيين عندهم مشكلة في الكوميونيكيشن، يمكن من ناحية أكاديمية. شكلها فقدت الاتصال، لكن النقطه دي الاخيره دي انا سمعتها، ودي نقطه يعني وي كان نوت يعني بوت امفيسس عليها اكثر من ما يعني مطلوب. الكوميونيكيشن سكيلز فيه مشكله. الكوميونيكيشن الليله الصباح فتحنا موضوع للنقاش عن التنمر السايبر بولينج داخل مجموعه الباحثين السودانيين، لان زيها زي اي مجموعه تاني الناس due to lack of communication skills, good communication skills بيقوم بيلجأوا لشنو؟ للفايلنس، الفيربال فايلنس، بيقوم يشتموا بعض وبتاع، وبعد شويه الموضوع النقاش من المجموعه بيطلع لبرا، يمشي يرسل في الخاص نبز الى اخره الى اخره. فمشكله بتاعه كوميونيكيشن سكيلز. انا بس دار ادي حته بسيطه يا استاذ سارة في الحته دي، علمتني لها واحده زميلتي كانت لبنانيه في كليه بريطانيه اشتغلت فيها. بتقول لي يا اخي انا بكتب الايميل بتاعي بعد ما انتهيت منه خلاص، ده الايميل ده ارسله بعد كده ابدا ازوق فيه، يعني زي اللي عملت لي كيكه وبعد ذاك دار اخذ فيها ما اعرف الكريم دار اخذ شنو. فهي الكلام اللي كتبته ده لو كان رسلته ده هو الطريقه السودانيه بتاعتنا نحن، لكن بتقوم بتزوق عزيزي ما عارف منو بتاع وتحت يا سلام عليك كتر خير. فنحن الحاجات دي محتاجين زي يقولوا تو ري ثينك، يعني قبل ما نرسل الرسائل ولا كده. الكوميونيكيشن سكيلز دي من الحاجات اللي ان شاء الله برضو الناس هتعمل فيها كورسات وكده. فترة الكوفيد 19 دي ان شاء الله الناس تستفيد منها الفائده القصوى، واكثر فائده انا شايف والله بس اسرت قاعد تقدميها حاليا للمجموعه انك يعني يو ار افيلينج يور سيلف، يعني موفره نفسك للناس انهم يستفيدوا ويتعلموا من يعني من من علومك وتساعديهم وتاخذوا بيديهم. بصراحه يعني كتر خيرك يعني انابه عن الجميع. الله يزيد والله شكرا لك. لكن انا فعلا يعني زي ما قلت لك انا مستمتعه باللي بعمله. يمكن برضه حكايه انه الواحد محبوس عشان الكوفيد 19 لها اثر انه يكون في وقت يعني، لكن انا شخصيا مستمتعه باللي بعمله، وكوننا يعني جروب انا بعتبره يعني بيئه امنه كده والناس ماخذه راحتها فيها، ويعني احنا اقرب للوان فاميلي والفريندز مع بعض. ف ام جوينج وات ام دوينج الحمد لله. وانا برضه از ويل دار احب اطمنك وابشرك زي ما بتقولوا انتوا انه انا ام جوينج الويبينارز والبتاعات دي، ام ليرنينج افري داي يعني من ناس عظماء جدا زملائنا وزميلاتنا في مجموعه الباحثين السودانيين. ونشكركم يعني جميعا على الخدمات الجليله، ونشكر الشباب كلهم اللي بيخلوا الحياه دي عندها معنى كونهم يقبلوها ويستهلكوها ويعيدوا انتاجها في خدمات المجتمع، دي حاجه عظيمه. فده كان النقاش بتاعنا الليله عن تعلم اللغه الانجليزيه، الناس تشيل تماماً الحواجز النفسية بينه وبين اللغة
في نادي بتاع مخاطبة متوفر بصورة يومية بتديره أستاذ عظيم أستاذ سارة عبد الحمود. ليكم وليها الشكر والاحترام والتقدير. نشوفكم يا شباب الناس المتابعين تاكلية الزور السوداني إن شاء الله بعد أقل من نص ساعة يعني. أستاذ سارة شكرا جزيلا كتر خيرك. شكرا شكرا جزيلا.